بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. إذ أنت أكرمت الكرم وإذ أنت أكرمت ما تمرد إبراهيم. أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وهذه البداية الفلسفية لحلقة الاثنين من برنامجكم ملك وكتابة في ظل أجواء من الاستفاقة والعودة وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي. مساء التفاؤل، مساء العودة، ومساء الاستفاقة يا باشمهندس. بإذن الله. يعني الأهلي يعني بإذن الله لك كبوة عارضة. مشكلتنا إنك أنت لما يعني بيجي لك كبوة بتلاقي نفسك تيام تروح في الموسم كله. أها. هو دي اللي جت في اللحظة دي، يعني على ما رجع لك بعض اللعيبة، وعلى اللعيبة اللي كانت يعني ما بتلعبش ابتدت تثبت أقدامها في الملعب، وده احنا شفنا أداء أفضل لثلاثي ما كانش حد يعني شايف له أداء. أحمد الشيخ، ناصر ماهر، كريم ندفد، النهاردة ثلاثي فجأة يعني يعتبر بيؤدي من أفضل الناس اللي في الفريق، وهكذا. هي عندك عناصر محتاجة تاخد منها أفضل ما لديها، ولكن أنت مستغرب قوي على المقدمة دي. صحيح، هو لما اكون انت بتبتز بقيمك ومبادئك، اصلك انت على خلق مش مستنيين منك كده، والناس طايحه في كل حته، وساعه ما تيجي تطلب بحقك تلاقي الناس بتنظر عليك. صحيح صحيح، حاجه غريبه جدا يعني، وكان الاهلي تمسكه بمبادئه يعني تنازل عن حقوقه، او انك تطمع فيا، او ان هو يسال اسئله مشروعه. عموما في حاله ان شاء الله تستمتعوا بيها. في ظل هذه الأجواء الإيجابية جدا اللي بتحيط بفريق النادي الأهلي، ولعلكم متابعين حضراتكم، الكل شغال على قدم وساق، في شغل كبير جدا بيتعمل، ثماره ونتائجه بتظهر مع انتهاء كل حاجة، ولعلكم ملاحظين عودة الأهلي إلى طبيعة عمله في كل المحاور. لكن خلينا نتكلم على ما هو أعلن وأنجز بالفعل. تم تجديد عقد الحراق. الحراق باقي مع الأهلي لثلاث سنوات أو ثلاث مواسم كمان. مؤمن زكريا بعد جلسة فيها كتير من التلاقي والترحيب بينه وبين الكابتن سيد عبد الحفيظ، وامتداد للحقيقة زي ما قال سيد لكل جهود الكابتن حسام غالي والكابتن محمد فضل والكابتن محمد يوسف مع مؤمن زكريا، مع جلسة بينه وبين الكابتن سيد استمرارا لكل هذه الجهود زي ما أكد لسيد عبد الحفيظ. مؤمن اختار البقاء في بيته لمدة ثلاث مواسم جايين، وأنا أعتقد بدأ كمان ينفذ برنامج تأهيلي خاص جدا، وهو لاعب مسجل في الفريق إذا كانت تعطل في الفترة اللي فاتت عن المشاركة، لكن ابتداء من أقرب المباريات يمكن للجهاز الفني لو شايف مؤمن جاهز يدعم به قوة الفريق يا باشمهندس. لاعب مهم جدا وراجل من اصحاب الخبرات اللي بدا عددهم يقل في الفريق، ولاعب له تواجد هجومي وله تواجد دفاعي وله تواجد تكتيكي. ايوه، عندما تفتقد مؤمن بقدراته المعروفه لا الفريق بيبقى ناقصه حاجه زي مؤمن زكريا. انا التقيته من يومين في النادي. ايوه، وكان يعني نازل التمرين. فضحكت معاه، يا عم مؤمن الدوشه دي ما تخلص يا عم وتخلصنا. فضحك قال لي يا كابتن مفيش حاجه والله. كابتن سيد لما دخلت له قال لي لا، مساله هقعد مع قعده هتبص تلاقينا مخلصين كل حاجه. الحين هو الجميل في الموضوع بقى لم يطلب طلب في هذه الجلسه. ولم يحصل على شيء من الناس اللي كانت بتتكلم فيها والطلبات المبالغ فيها. هذا يعني الأمانة تقتضي أن أنا أقول هذا الكلام في حق لاعب هو من ولاد النادي الأهلي ومن أهم اللعيبة. والأمانة كمان تقتضي أنه من أكتر من شهر فات كنا في حلقة وجهنا اللوم لمؤمن على تأخير التجديد، وبعد الهوا كلمني وإحنا راجعين في السكة، كان تقريبا قبل مباراة الترجي الأولى، وقال لي أنا جاهز من الصبح أمضي على بياض. أنا يعني كل اللي بيتقال في المواقع وفي الإعلام وكله أنا مش مسؤول عنه، أنا جاهز بكرة أمضي على بياض. وأعتقد هو تواصل بهذا الشأن، لكن انشغال الفريق وقتها بالبطولة الأفريقية وبكل التداعيات اللي حصلت أجلت المسألة لغاية امبارح. تمكن الكابتن سيد عبد الحفيظ من غلق هذا الملف عشان يكون مؤمن
داعم قوي جدا لفريق هو اتربى فيه والنادي هو بدأ فيه من طفولته. فأنا أعتقد كل شخص أستاذ إبراهيم لها مفتاح. إذا عرفت المفتاح تقدر تتعامل بسهولة أكثر مما تتوقع. كابتن سيد علم مفاتيح مؤمن فاستطاع أن ينهي في جلسة. في جلسة. جلسة. طيب ما دام جبت سيرة المفاتيح. محمد محمود مبروك. ألف مبروك. اسمه على فكرة محمد محمود علي مش مبروك. أولى صفقات الأهلي الشتوية لتدعيم صفوف الفريق، وقلنا لكم قبل كده الأهلي في طريق تدعيمات قوية مناسبة لطموحاته وأيضا مناسبة لنوعية لاعبين يكونوا قادرين على تمثيل الأهلي أفضل تمثيل. الأهلي ما بيهزرش، بيبني تجربة إن شاء الله تعالى ترضي طموحاته وتسعد كل جماهيره، لكن مفيش حاجة هتتعمل بين يوم وليلة، تباعا هتلاقوا في خطوات جادة جدا هتلمسوا ثمارها. آخر الليل أعلن النادي الأهلي عن التعاقد مع محمد محمود لاعب وادي دجلة لمدة 4 مواسم ونصف الموسم. محمد محمود اللي شايفين صورته قدامكم حضراتكم لاعب ناضج رغم صغر سنه، مواليد 98 يعني هيتسجل في الناشئين، مواليد 7 مايو 98 من ناشئي وادي دجلة، اتصعد للفريق الأول من 4 سنين، يعني لاعب بيلعب في المستوى الأول في الدوري من وهو عنده 16 سنة. فتوفرت له فرص نضج مبكر، بيلعب في أكتر من مركز أبرزها لاعب خط الوسط المدافع والوسط الهجومي ورأس الحربة. فاز بدوري أو فاز بلقب هداف دوري الجمهورية من 3 سنين في 2015، حصل على بطولة الجمهورية مع وادي دجلة لمواليد 98 قبل كده. أحمد حسام ميدو كان وهو بيدرب وادي دجلة صاحب الفضل في تصعيده للفريق الأول. لعب كمان محمد محمود أو بيلقبوه كمان بأبو تريكة الصغير، انضم لصفوف منتخب الشباب مواليد 97 لما كان بيدربه الكابتن معتمد جمال، وشارك كمان لمهارته وموهبته مع منتخب الكرة الشاطئية في بطولة كأس العالم للقارات اللي اتلعبت في ليجوس في 2016 بنيجيريا، كان ضمن صفوف المنتخب الأولمبي كمان مع الكابتن شوقي غريب حتى الآن، وهو بيستعد لخوض مباراة ودية مع روسيا يوم 7 أو لعب معاه قبل كده مع مباراة روسيا الودية. انضم لصفوف المنتخب بطلب مباشر من أجيري بعد ما كان ضمن منتخب الأولمبي إثر إصابة باسم مرسي قبل مباراة النيجر في تصفيات أفريقيا. شارك محمد محمود هذا الموسم في صفوف وادي دجلة حتى الآن في 14 مباراة، 13 في الدوري ومباراة واحدة في كأس مصر، بواقع 1224 دقيقة، لاعب مؤثر ولاعب في مرمى طلائع الجيش في الدوري ومصر المقاصة في الكاس. محمد محمود إجمالا لعب في الدوري الممتاز 23 مباراة بواقع 1359 دقيقة، منهم 17 مباراة أساسي وقعد على الدكة في 6 مباريات. حصاد جيد جدا ومؤشرات إيجابية للاعب، نتمنى إن شاء الله يكون تدعيم نوعي قوي يا باشمهندس. هو أحد طلبات الجهاز الفني والذي تم تكليفنا به من الكابتن محمود الخطيب. والحمد لله مشيت المفاوضات ما خدتش وقت كتير، يعني خصوصا مع نادي وادي دجلة، لأنه المسألة لما تكون محتاج لعيبة مش محتاج انك انت تتشطر ولا هم يتشطروا، خلينا نخلص في الإطار الموضوعي اللي يلبي احتياجات الفريق، وهو ده اللي تم. عشان الناس اللي بتتكلم، لا، لما يكون حاجة بتستحق بتجد الاستجابة السريعة، وده اللي حصل. مجرد ما الكابتن محمود الخطيب عرف تفاصيل الاتفاق لم يتوانى، خاصة ان كان المهندس ماجد سامي قد قرر انه يسافر يروح يطمئن عليه، فقلت له دي تبقى هديتك للكابتن محمود وانت داخل له كده بدل بوكي ورد، تقول له يعني احنا خلصنا هذا الموضوع. فاعتقد ان الامور مشت كما ينبغي بعلاقه مميزه الحقيقه بيننا وبين وادي دجله. والكواليس؟ ما هو الكواليس ما تهمش حد، انما اللي يهمنا هقول لك عنوان. خلال الفترة الماضية عشنا يعني في التركيز على الصراعات التي تحدث في النادي الأهلي، ومين زعلان ومين مبسوط ومين هيتعاون ومين مش هيتعاون. كابتن الخطيب قال له كابتن عايزين نختصر بقى،
احنا هنبتدي نشتغل، واللي عايز يتفضل يحط ايده في ايدنا اهلا بيه. الراجل قال فورا جو اهيد، فورا تمام. الدعوه اتفتحت لكل الناس المعنيين بالامر. ها لازم اشيد هنا بالكابتن فضل، لانه الحقيقه ما قلت له فضل. قلت له اسمع، اللي هيجي لي بالليل انت بتقول انا عامل وعامل وعامل، وانا متاكد انك عامل شغل، ليس وقت مناقشات في اي حاجه. هتجي لي بالليل باذن الله هنخلص، لان الاهلي لن ينتظر من ابنائه الا هذا، ولن ينتظر طويلا، لازم في حد يخلص الشغل ده. فالحقيقه جه، وحتى كابتن حسام غالي جاء بناء على طلب اللاعب، يعني هو زار بيلعب في نفس المركز او بيتاسى بيه، كان نفسه يقابله وجاء معاه كيلو نادر شوقي، وما خدتش القعده نص ساعه يعني عشان نكون مخلصين كل حاجه يعني. فالحمد لله زي بيقولوا الحاجه قرف دي. دي صفقه قرفتها حلوه، مشت بهدوء، مشت بقيمتها، محدش غلب التاني فيها. حتى الشروط اللي محطوطه هي شروط مرتبطه باداء اللاعب، يعني اداء اللاعب ونجاحاته وانا مع دي تماما. انا عايز اشارك الانديه، بس ما تشتغلوش معايا بمنطق ايه هات المبلغ، لا خد مبلغ كبير برضو كل حاجه، والباقي خده من خلال اداء اللاعب، اكسب انا وانت فيه، كل ما يتطور معايا انت شريك فيه. بالظبط. والحقيقه كان في استجابه لهذه الفكره. والحمد لله، يعني باذن الله تكون اساس ناجح في العلاقات. ده ممكن يعني يكون تفكير كويس احترافيا، يحل مشكلتين. يحل مشكله انك انت ممكن تجيب لعيب وانت عندك تطلعات وعندك احلام وعندك امال كبيره معاه، لكن الظروف ما تخدمش او ما تواتيش انه ينجح بالمستوى اللي انت كنت منتظره، فيبقى خسرت كل الفلوس اللي انت دفعتها. هذا الربط ما بين القيمه بعدد مشاركات اللاعب ونجاحاته يحفظ للنادي هذا الحق، ثم يحفظ للنادي صاحب اللاعب اصلا حقوق مترتبه على هذا النجاح. يعني هو مثلا عايز مبلغ كذا، لا خد تلتين المبلغ ده دلوقتي، ها والباقي لو شارك ولو شارك ولو انا ولو احترف بره، لا يضرني انا يوم ما اكسب معنويا وفنيا وماديا ان صاحب اللاعب يشاركني في هذا الامر. وين اند وين. هو ده كان هندسه او فكره هندسه الاتفاق. والحقيقه الجميل انها تجد صدى عند الكابتن على طول، وافق بدون تردد، ولقيت برضه قبول عند المهندس ماجد سامي، لان كده احنا كلنا بنكسب، احنا واللاعب. خلي بالك اللاعب لما بيدفع فيه مبلغ كبير قوي بيبقى ضغط عليه، كل الناس هو ده اغلى لاعب في مصر، هو ده اللي دفع فيه كذا. لا صحيح. انت من خلال ادائك وانجازاتك تقدر تبقى كده، خد ناديك ياخد اللي هو عايزه، وانت كمان حتى هندسه عقدك مبنيه على انك انت هتكون لاعب منتج مش موظف. وده حل ما يملكوش بنسبه كبيره الا الاهلي، باعتباره انه هو اعلى فرص النجاح اللي ممكن من خلالها اللاعب. يعني نتمنى اذا اعتبرنا انه بقيه الانديه ما اقدرش ان انا صادر على احد، لكن مناخ النجاح موجود. احنا بنهيئ المناخ بالظبط، وبنتوقع الاستجابه بالظبط، بنتوقع التوفيق، بنتوقع الانضباط، بنتوقع الاراده. ما هو اللاعب مجموعه حاجات، مهارات، ودي بتخص اللاعب ودي هديه من ربنا. ايوه. امكانيات بدنيه نصها او تلتينها هديه جفت، وتلتينها من الله سبحانه وتعالى، والتلت الثاني اراده وتدريب وتوفير مناخ. ثم شخصيه عايزه تتطور، اي وعايزه زمايلها تساعدها، فبتخش تكسب حبهم وتكسب من خلال الاندماج ومن خلال مفهوم العمل الجماعي. يا استاذ ابراهيم ده بيتشرح للعيب قبل ما يمضي. انت داخل على تيم، مش داخل تعبر عن نفسك. اي ويحضرني هنا تاني كلمه مستر مانو جيسيلي الكابتن احمد فتحي، اذا كنت عايز تلعب فردي بلاي جولف، وي ار فاميلي هير، تيم ورك. اللي بينجح معانا بينجح من منظور العيله. عايز تلعب فردي العب جولف. فكابتن احمد طبعا لانه ما بيعرفش يلعب جولف، ده هو لعيب
جماعي من طراز اول. ايوه ضحك طبعا واسهل حاجه طلبت منه، اسهل حاجه بتناسب طبيعته وده اللي مخليه متالق لحد النهارده. آه. ان احنا نشيل بعض كلنا. صحيح. فانا اتمنى ان يكون دي الخامه اللي الاهلي بيبحث عنها في المركز ده، ولا تنافس المتنافسون. والعداد شغال. حد يعمل اضافه مش خلاص، ما فيش حد يتكلم ان هيحصل تردد في حاجه، لا. شغله مستمر. شغله مستمر ومع او انهاء اي عمل بتلمسوه، وده عوده الى نظام عمل النادي الاهلي بقى. زي ما قلت لكم من شويه، هذه هي اجواء الاستفاقه والعوده، العوده على كافه الاصعده. انا على فكره يا استاذ ابراهيم يعني النقطه اللي لازم الناس تفهمها. انا لم اعلن. ايوه. ولا يعنيني ان اعلن، ولما كلمت الكابتن سيد وراجع كان في الاتوبيس لسه، كابتن سيد مبروك، قال لي ايه؟ قلت له قال لي يعني خلصت والعقد، قلت له العقد والبصمه والاستغناء والشيكات طلعت والناس استلمتها، قال لي كل ده، قلت له الحمد لله تم النهارده. ها؟ قال لي طب ما تعلن، قلت له مش بتاعتي. مش بتاعتي، اتفضل انت بالطريقه اللي تشوفها مناسبه للنادي الاهلي والتوقيت اللي يناسبك. بس هو ده اللي حصل يعني. على ان هو راجع في الاتوبيس من ماتش بتروجيت، مفيش خمس دقايق لقيت المواقع بتكتب. لان هو كان حريص ان هو يعني برضه هو كسبان وعايز يدي طاقه ايجابيه برضه اليوم يبقى حلو كده يعني. صحيح. عنده فلسفه كويسه الكابتن سيد يعني. صحيح. هي العوده وكمان العوده السالمه والحمد لله لكابتن محمود الخطيب اللي رجع بالامس من رحلة علاجية في ألمانيا أجرى خلالها أو أجريت له خلالها جراحة دقيقة لإزالة ورم كان في خلف الرقبة ضغط على الحبل الشوكي، شفي منه الحمد لله بعد هذه الجراحة الحساسة. رجع الكابتن الخطيب وكان في استقباله مشكورا الحقيقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في رسالة مهمة جدا تؤكد قيمة الكابتن محمود الخطيب كنجم وكرئيس للنادي الأهلي، تقدره كل الجهات المسؤولة أن يستقبله رئيس أو وزير الشباب والرياضة في مطار القاهرة ثم أعضاء مجلس الإدارة بالكامل فردا فردا. هنا مساء الأربع قائمة بشدة إن شاء الله. وليد سليمان الله يكون في عونه. الراجل شعر بالمسؤولية وأعتقد أنه بيضغط على نفسه بالجهد مضاعف وحاسب بمسؤولية مضاعفة. المكافأة المقابلة ان هو لفت النظر كواحد من ابرز لاعبي القارة خلال البطولة الماضية، ولو حظه كويس وكنا كسبنا في الفاينل انا متأكد ان كان هيبقى واحد في صراع النهاية. في صراع النهاية في الثلاثة الكبار في النهاية. صحيح. وليد سليمان يمر باجمل فترة له في حياته، ف يعني نتمنى له الشفاء ونتمنى له السلامة. السلام. ونتمنى لكم الاستمتاع بفقرة خاصة عن الحاوي في حلقة النهاردة إن شاء الله، لأنه فعلا يستحق كمان الاحتفاء بعيد ميلاده. وليد سليمان في مرحلة العطاء بإخلاص شديد، يستحق مننا جميعا كل التحية. في السياق نفسه والاهتمام بالصفقات والمفاوضات ومين رايح ومين جاي، تمتلئ الصحف كل يوم. المهندس عادلي أشار من شوية إلى انه بيتمنى على الاعلام شيء من الهدوء وشيء من تقدير الظروف. لا انا مش عايزه يهدى، بس يقدر الظرف يعني. اذا ما لقيتش رد او ما حدش يعني جاوبك بشكل واضح، اعرف ان ده شغله. وهنا يعني انما انت شغلك بالطريقه اللي تراها يعني. هنا انجاز ليا شخصيا ان انا اتكلم في الجزئيه ديت كواحد من ابناء المهنه. الصحافه دي فتره خصوبه عاليه جدا في متابعتها وملاحقتها. محدش يقدر يتجاهل اخبار انتقالات اللاعبين، لانه ده حدث جماهيري مهم جدا. ومن زمان فكره انتقال لاعب نجم من مكان لمكان ده خبر بيحظى باولويه كبيره جدا في النشر الصحفي. فبالتالي اعلم جيدا ان الزملاء معذورين. معذورين فعلا، لان هم ده بيلبي رغبه مهنيه. لكن كمان من المهم جدا ان احنا نراعي ان تكون الاصدق ام الاسبق. ايوه هذه اشكاليه مهنيه مهمه جدا. عايز تبقى الاصدق لابد ان تتريس، لابد ان تتاكد، لابد انك تنشر بناء على معلومه سليمه. عايز تبقى الاسبق انك انت تاخد السبق بغض النظر عن المصداقيه،
سهل جدا كل تطلع تقول فلان عمل كذا وفلان هيجيب كذا وفلان جاي الاهلي والاهلي مضى فلان، وبعد كده يطلع ولا حاجه، فتضرب المصداقيه وتخسر كتير. فعشان كده الاداء الى حد كبير المنضبط مهنيا انك تكون الاصدق بنسبه كبيره جدا والاسبق بنسبه مقاربه ليها. اللي بيعمل ده شديد التميز، لكن الاساس في الاداء المسؤول المصداقيه، الحفاظ على المصداقيه. عشان كده اكم من مواقع وجرايد في الفتره الحاليه لو بعد فتره شويه بعد ما الموسم ينفض جيت تعمل لها تحليل مضمون هتضحك جامد، هتلاقي فيه النادي ده جاب كل اللعيبه ومشى كل اللعيبه. مين من اقرب الناس الاعلاميين والصحفيين قلبي؟ لازم تكون حضرتك. الله يخليك يا باشمهندس. بحكم الارتباط ومساحه الزمن ما بحبش اسالك حتى ولا الحوار. خدت مني حاجه عمرك خلص النهارده؟ خلص. صحيح. قلت لك حاجه؟ صحيح. طيب ما هو من باب اولى ان انا يعني لو انا عايز ادي تسريبه كنت اديتها لك. قبل الهوا بكلم الكابتن سيد عبد الحفيظ قبل ما يروح للكابتن الخطيب بقول له ايه الاخبار؟ قال لي ما حبيبك عندك. قلت له انت فاكر؟ قال لي لا يعني انت بتسالني انا؟ قلت له لا بس طمني. اصل انت يعني الرسول صلى الله عليه وسلم واستعينوا بقضاء حوائجكم بالكتمان. هذه الحكمه لها سبب. ايوه. ده مش حكمه، ده توجيه. صحيح. هذا توجيه. صحيح. طب في كل شؤون الحياه هو احنا كنا نقدر نعبر 73 لولا هذا القدر من التكتم؟ بالعكس، ده رئيس السادات كان بيشوشر على نفسه، يعني كان بيوجه الناس انها تهاجمه انه مقصر ومش هيحارب مش هيحارب ومش هيعمل. كان في ده استراتيجيه كتيره اتعملت. هذه قيمه انك انت تشتغل عشان توصل لهدف. ف انما انا مش بشبه يعني عشان قبل ما حد برضه يطلع يقول لك، انما انا بقول يعني قيمه اي عمل يحتاج الى التكتم والسريه. وعلى فكره يا جماعه عشان بس الناس حتى من الزملاء، هي فكره التكتم في المفاوضات والكلام ده كله لا هي رغبه في الغموض ولا هي فيلم، ده اساسيات العمل. اساسيات العمل في هذه الجزئيه قائمه على السريه لسبب. انت بتتكلم في مفاوضات، في منافسين ليك، في اسعار لو اتفتح المزاد اللاعب اللي ممكن يخلص بخمسه بيخلص بخمسه وخمسين، اللاعب اللي ممكن يمضي سنتين تبص تلاقي حصلت ضغوط شديده جدا فحصلت تاثيرات على المده، في ملاحقات كتيره جدا هتاثر على السعر وهتاثر على سير المفاوضات. فبالتالي من حق كل نادي مش الاهلي بس انه لما يتفاوض في عمليات ضم لاعب انه يلتزم الهدوء، يلتزم السريه، اهم من ده يلتزم الشفافيه الشديده. يعني انا انت كويس النقطه دي. الاعلام يزعل مني في حاله واحده. لو انا ضللته. يعني لو جاي لي بمعلومه فرحت انا قايل له لا 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 مفيش كلام من ده، انفي انفي الكلام، فين في على لساني، وبعدين اكتشف انه كان ماشي صح. تبقى انت استخدمت. انا ما بعملش كده، بس انا من حقي باستمرار ولا التعليق، من حقي ان انا ما اعلقش، من حقي ان انا اقول له من فضلك اجتهد بس مالكش دعوه بيه، لكن مش وتحمل ثمن الاجتهاد، لكن مش من حقي ان انا اضلله. طبعا اخلاقيا لا وما اعملهاش. صحيح. المصري اليوم قالت الاهلي ينتظر رد رمضان صبحي للعوده 6 أشهر، وقالت الارجنتيني دياز يقترب 14 يوما تفصل معلول عن التدريبات الجماعيه. بالمناسبه علي معلول كمان اسبوع ويدخل تدريبات الكوره، ممكن يشارك في بعض المباريات المؤجله ان شاء الله، بينما حسام عاشور اللي كان اصيب بالتواء في الكاحل في المباراه الاخيره عنده اسبوعين ويرجع ان شاء الله، يعني هيغيب حسام عاشور كمان 15 يوم. جونيور اجاييه بعد ايام هيدخل تدريبات الكوره وهيبقى موجود ان شاء الله. جونيور اجاييه بمجرد بدء شهر يناير، انتوا عارفين القيد الشتوي بيبدا في يناير، اول يوم في يناير يستطيع الاهلي قيد جونيور اجاييه عشان يلعب يوم 1 يناير. ف مرتبط عودة أجاييه ببدء فترة القيد الشتوية، لكنه على الصعيد الفني إن شاء الله يدخل تدريبات الكرة خلال أيام أو داخل الكرة بالفعل خلال هذه الأيام، يبقى فقط موعد القيد. لعب مهم جدا 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 عودته وعودة مؤمن وعودة معلول. لا ثلاثي هائل، قوة هائلة للفريق. صحيح. أنت بتتكلم على 25% من الفرقة. طيب هذا الثلاثي يعني صحيح طيب
يعني اما يرجع ويرجع كويس لا باذن الله يكون القادم افضل. انا يعني مؤكد باذن الله بشعر بطاقه ايجابيه بتفاؤل يعني باذن الله. الدستور قال التأجيل مصير ربيعة ومؤمن يوقع عقود التجديد. تقرير عبد الحفيظ قيد أجاييه وصالح إعارة ثلاث لاعبين ورحيل كوليبالي. ده الكلام على جونيور أجاييه زي ما قلت لكم. وصالح جمعة كمان لاعب صنع لعب مؤثر جدا مثلا لو عاد صالح جمعة كما نتمنى وكما عودنا وكما نظن فهو إضافة قوية إضافة هائلة صحيح صحيح. هيكون ايضا شان جونيور اجاييه للقيد في اول يناير مع بدء القيد الشتوي ان شاء الله. خرج الزمالك من البطوله العربيه امام الاتحاد السكندري، مبروك لزعيم الصغر ونتمنى له كل التوفيق لنادي البلد في البطوله العربيه التي لا يبقى فيها غير الزمالك غير الاتحاد والاسماعيلي. الزميل عمرو اديب في ام بي سي مصر متحدثا عن خروج الزمالك بخفة دمه المعتادة. امبارح وللأسف الفرقة اللي ما بتسترش الفرقة اللي ترفض ان احنا نفضل فرحانين يومين، ان هي ترفض ان احنا نقعد شوية سعداء، الفرقة اللي بترفص النعمة، الفرقة اللي دايما فصولها صعبة. أتحدث عن نادي الزمالك. امبارح جابولي سكتة دماغية وكأن مصر ما فيهاش غير عمرو أديب، وكل الناس بعتالي يا عم قاعد تتكلم على الأهلي مع بيومي فؤاد قاعد شمت. والله ما شمتان، أنا قلت إن قلبي يقطر دما، فطبعا قاعد عينيا دلوقتي بتقطر دما، ووداني بتقطر دما، وشعري بيقطر دما، والجرافطة الجديدة بتقطر دما، كله بيقطر دما، وكلكم واللي عملوا فيا، كلكم واللي عملوا فيا، محمود علاءكم لما راح شاط الكورة وضيع قلبي معاه، ومش عارفين راحت فين، قاعدين ندور على الكورة لغاية دلوقتي. أين ذهبت كرة محمود علاء؟ محدش عارف. هتوصل فين؟ هتروح فين؟ قعدوا بقى طبعا عملوا كوميكس وقال لك إيه؟ في المريخ، في مش عارف إيه، وصلت بتاع، وصلت مش عارف فين. عمرو أديب في يوم ما هو قال جملة قدامي أنا هقولها له دلوقتي. ما تخليك معانا يا عمرو. خليك معانا والله هتنبسط. هتنبسط اكتر، خليك معانا فكر فيها. بس عمرو اديب هذا الانسان شديد الذكاء، هو لقى الفرصه انه يقدم للاهلاويه تفسير او مش اعتذار او يعني يا جماعه ما هو انا ده افيه، انا زي ما قلته على حسام غالي انا بقوله على محمود علاء. هو مسك كرة وقال دي كرة حسام غالي. طب ما تيجي نشوف هو لقى كرة محمود علاء ولا لا؟ طيب وريه نشوف. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. انا مجد للنادي الاهلي وصلت كرة محمود علاء عشان يوم غالي قالوا لي الكرة وصلت ولا انا بقول لكم اهو عشان ما حدش يزعل الكرة وصلت. بس طبعا انا بقول لحضراتكم الجمله الشهيره اللي بيقولها كل جمهور الاهلي، بطوله عربيه ايه وبطوله افريقيه ايه، الركع الدوري هما مش الهلاويه بيقولوا كده. اذا لقالها تخريجه برضو تديله يعني جزء من الامل في انه هو ينتشي وده حقه، ولكن ايضا من حق جمهور الاهلي أن يثق بفريقه وأن هو يشوف أنه بإذن الله الأهلي بطل الدوري بإذن الله تعالى. زي النهاردة وزي كل نهاردة في فرحة للأهلي وفي انتصار للأهلي وفي تفوق دائم للأهلي. في 1 ديسمبر 1961 في 61 الأهلي فاز على الزمالك 3-0 في الدوري.
سجلهم صالح سليم وطه اسماعيل ومحمود الجوهري. وزي النهارده ولكن في 3 ديسمبر 1993 الاهلي بيفوز على افريكا سبورت الايفواري 1-0 في نهائي بطوله افريقيا للانديه ابطال الكؤوس، ويفوز باللقب للمره الرابعه في تاريخه. وقتها سجل الهدف عادل عبد الرحمن، نفكر حضراتكم بيه. وتتدف وماشي وماشي وبالعرض على الجليل وتتدف وتاني وسامة وسامة بينالتي دي بينالتي حيبان دي ضرب الجزاء ضرب الجزاء ضرب الجزاء بينالتي بيكلموه عادل عبد الرحمن وجول 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 يا يا عادل عبد الرحمن يجيب اول جول للنادي الاهلي النهارده واول اهداف المباراه. وقلت لحضراتكم ان كل دقيقه بتمر من المباراه والاهلي متعادل فهي في صالح النادي الاهلي. وداها ناحيه وحطها في ناحيه ثانيه 1-0. ده فوز الاهلي على افريكا سبورت زي ما شفتوا بهدف عادل عبد الرحمن. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل فقره مهمه فيها كلام يرضي الضمير العام ولكن يزعل الناس. بعد الفاصل. كلام خطير ما ينفعش نعلق عليه من غير ما نسمعه بعظمة لسانه. من هو بطل الدوري هذا الموسم؟ نقدر نحدد ولا صعب؟ والله انا خايف يبقى بيراميدز. وخايف ليه؟ لان الـ يعني انا شايف يعني الزمالك ماشي كويس، بس مفيش الدكه ومفيش اللاعبين اللي ممكن ينهوا الدوري بنفس المستوى. خد بالك حضرتك، الاهلي رغم ان عنده عدد من اللاعبين صغار السن الجيدين جدا جدا، لكن للاسف مش مظبوطين، ما بيلعبوش، مش مهتمين بيهم. فيعني برضه فانت لو لا فيعني انا خايف بيني وبينك يعني. طب وما اتمناش ان بيراميدز يكسب. ليه؟ كده. رغم ان طبعا ده فريق في الدوري المصري. انا ما قلتش لا، لكن انا بكلمك كمشجع كوره بقى، انا ما بكلمكش كعضو مجلس اداره. ايوه، في فرق بين عضو مجلس اداره اقول لك والله يعني ربنا يبارك، واخد بالك، لكن انا بكلمك كمشجع مصري. فما تقدرش يعني، هي واحد من الثلاثة. يعني حتى الآن الزمالك هو اللي في المشهد أكتر. وأتمنى طبعا، لأن يعني ده شيء هيبقى كويس للكورة، إن مش يبقى فريق واحد محتكر بطولة الدوري. ثلاث أربع نقط مهمين للدكتور كرم كردي. النقطة الأولى، هو الراجل مش عايز بيراميدز ومش عايز الاهلي. المشكلة عنده في فوز بيراميدز، قال لك أنا مشجع. أنا هنا بتكلم كمشجع، ودي لازم نقف عندها. دي نقطة تتعلق بالضمير العام. النقطة الثانية تتعلق بالاهلي، قال لك هيبقى في احتكار للقب. هو الراجل عايز الزمالك بهذا الشكل الواضح والصريح. هنا الدكتور كرم كردي مش قادر أفهم يعني إيه أنا بتكلم كمشجع كورة مش كعضو مجلس إدارة. مش موجودة إلا في مصر، والله ما موجودة في حتة في الدنيا. هو إبراهيم في أي مؤسسة طالبه بصفته إيه؟ بتكلم حد هو طالبه كعضو مجلس إدارة الاتحاد، ومديله فرصة لإعلان آرائه بصفته عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويقدم على أنه عضو مجلس إدارة الاتحاد. يعني إيه كل واحد فيكم السادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد يقول كل رغباته وكل أمانيه وكل مواقفه
ولما يجي عايز يغسل ايده يقول انا بتكلم كعضو كمشجع كوره. طب ازاي؟ يعني ازاي يستقيم ده؟ المهندس هاني ابو ريده اضطر يخفف من وطئه ما حدث. الاول بس كيف راى احمد احمد حسن ولا انت استهدفت بيراميدز بشكل واضح ومش عايزه يكسب. كده خلاص انا مش عايزه يكسب. بدون ابداء اسباب، حتى وابراهيم فايق بيقول له بس ده فريق في الدوري. قال له يا اخي انا حر. ما في ناس تانية. مع ان في ناس تانية معاه في الاتحاد. انا عارف. هو في بس ناس تانية في الاتحاد حاجات تانية خالص. خالص ومستتر ومحدش يعرف عنها حاجة. الاستاذ كرم نسي حاجة مهمة جدا. ويتحدث عن دكة الزمالك يعني. ان يعني بيراميدز صاحب ايادي بيضاء جدا على قائمة الزمالك هذا الموسم. هو اللي صانع الدكة. يعني يعني ده الجزاء يعني. طيب احمد حسن او الكابتن احمد حسن المشرف على الكرة في بيراميدز طبعا سأته تصريحات الدكتور كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، فقال أحمد في تغريدة له تصريحات غريبة اليوم من دكتور كرم كردي عضو اتحاد الكرة، خايف بيراميدز يفوز بالدوري. بالتأكيد أتفهم خوفك يا دكتور من فوز فريق هندي ببطولة الدوري المصري، ولكني أعدك بأن خوفك سيستمر لنهاية الموسم. يعني هنفضل منافسين. ده أمر يخص بيراميدز ويخص الاتحاد ويخص الإسماعيلي ويخص المصري ويخص الجونة ويخص كل فريق من الفرق ال 18 حقها في المنافسة مشروع، محدش يقدر يقول ده مش من حقه. اللي مش من حقه إن احنا نسمع الكلام ده. إن احنا نلاقي انحيازات أصحاب القرار بهذا الوضع الصريح وهنا. وده يمكن اللي خلى المهندس هاني أبو ريدة حاول أنه يخفف من وطأة هذا التصريح يعني. بانت المسألة غريبة جدا. فاضطر المهندس هاني ابو حاد انه يطلع تصريح النهارده يقول انه بيأكد على حياديه اتحاد اللعبه في جميع مسابقاته، وان اتحاد الكره يقف على مسافه واحده من جميع الانديه المشاركه في مسابقه الدوري، اضافه الى ان المسابقه تدار باحترافيه عاليه من لجنه المسابقات برئاسه عامر حسين. واشار ابو ريده الى ان ما صدر على لسان الدكتور كرم كردي عضو مجلس الاداره من تصريحات حول امنياته لفوز ناد بعينه بالبطولة، لأنها تفصلت قوي، كانت في إطار خارج تماما عن موقعه كعضو مجلس إدارة في الاتحاد. مش مفهومة يا باشمهندس. وأن هذه الأمنيات لا علاقة لها بعمل الاتحاد وقراراته ومواقفه الإيه المحايدة. أضاف رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أنه سعيد بزيادة المنافسة على سباق الدوري، بل ويأمل أن تتسع دائرة هذه المنافسة بما يعكس قوة الدوري المصري ويساعد على الارتقاء بالمسابقة فنيا وتسويقيا بما يعود بالنفع على جميع الأندية المشاركة وبالتالي على الكرة المصرية بصفة عامة. عندي تعليق طبعا. اتفضل. مثل موقف الدكتور كرم كردي هو كان أكثر صراحة من غيره. لأنه ده بيوضح هو مين فعلا. نادي الدولة ونادي الاتحاد ونادي الاتحاد مين اللي مسيطر على اتحاد الكرة طول عمره. الدكتور كرم بس راجل كان واضح وبسيط وقالها، غيره ما قالهاش. غيره لما نزل على السوشيال ميديا بعض اللقطات التي توضح المجاملات التحكيمية، غيره قاعده مجلس إدارة ينتمي سعى إلى إيقاف هذه اللقطات وإلى شطبها من على السوشيال ميديا. وحاجة وكنا نظنه الدمث اللطيف المحايد، ولكن في 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 الكواليس كلهم بنفس الصرامة والشراسة ضد حقوق النادي الأهلي. فكرة إن أعضاء الاتحاد اللي بيديروا المسابقة أو بيديروا الاتحاد عموما يفصلوا ما بين ما يدعونه إن هم مشجعين وما بين المسؤولية، دي مسألة أنا أعتقد المهندس هاني أبو ريدة عمره ما سمعها في الفيفا مثلا، عمره ما سمع زميل له في اللجنة التنفيذية في الفيفا بيتكلم كمشجع بريطاني أو كمشجع فرنسي مش بصفته مسؤول في الاتحاد الدولي، وعمره ما شافها حتى من الإخوة الأفارقة اللي بيننا وبينهم يفترض أميال كتيرة في الخبرة الإدارية إنه بيتكلموا بالفصل بين ده وبين ده. ليه ديت صناعة الجبلية؟ ليه الفوضى دي موجودة عندنا؟ ليه يتكلموا على التحكيم ويوجهوه؟ ليه مدير التنفيذي للاتحاد يطلع ينتقد
ويرفض قرار للجنة الأولمبية اللي الاتحاد جزء منها، ويصف قرار عقابي من اللجنة الأولمبية ضد أحد رؤساء الأندية بأنها واقعة غير مسبوقة، بينما هو اللي مسؤول عن تنفيذ هذا القرار. ده ما بيحصلش إلا في مصر يا باشمهندس هاني. زي ما تلاقي عضو مجلس إدارة في الاتحاد مجرد ما يتقال الأهلي هيجيب لعيبة وهيعمل كذا يطلع الإب ينتقد حكاية الاستبدال ويفتي وينسى إن هم باعتين جواب في 4-7. برضه ما بيحصلش في عمل يعني مؤسسي إلا في الاتحاد الكورة. قس على ذلك بقى بين كل الأطراف، ناس تطلع تقيم مدرب المنتخب، ناس تفضل تشرح في أجهزة شغالة في اتحاد الكورة وهو صاحب القرار. وده بيرجعنا للنقطة الإدارية أو المبدأ المهم، أن تكون صاحب قرار ولا صاحب رأي. هو ده، هي ديت الإشكالية. صاحب القرار ما ينفعش يبقى صاحب رأي قبل ما ياخد قراره. هو هنا لما نقول صاحب راي في الجلسه، لكن راي معلن في الاعلام. لا انت بتدير مسابقه وبتدير حقوق بين كل الانديه، تطلع تقول وبعد كده تقول لا اصل ده كان بيتكلم بصفته الشخصيه. لا والله مش موجوده اللي عندنا، ده مش عمل مؤسسي، ده شغل الفوضى بجد تكون النتيجه بهذا الشكل. اصل ده توجه بيفصح عن فلسفه. يعني لو تعرض قرار له تاثير على ترتيب الدوري ما احنا عرفنا خلاص انه مش هيقدر يكون فير فيه. ولا حد حب يدافع عن الدكتور كرم كردي برضه في المواقع، قال راي اتفهمه انا كمان شخصيا، قال طب وهل منطقي انه كابتن احمد شوبير عضو الاتحاد يطلع يعلن تمنيه ان الاهلي ياخد الدوري وان الزمالك ما ياخدش الدوري او ان بيراميدز ما ياخدش الدوري؟ لو الكابتن احمد شوبير أو الكابتن حازم إمام أو خالد لطيف عكسه قالوا كده، أو أي حد، أي حد من اللي هو انتمائهم للأندية معلن بشكل مباشر، لا غير مقبول، غير مقبول كعضو في مجلس إدارة الاتحاد، لا من الكابتن شوبير ولا من الكابتن حازم. لما يطلع يقول أتمنى نادي الزمالك يكسب بأفريقيا ماشي، أتمنى النادي الأهلي يكسب مش عارف بطولة عربية ماشي، بره حيز المحلية. يعمل والنهارده الممثل الوحيد لمصر في البطولة العربية هو نادي الاتحاد، نادي الاتحاد الاسماعيلي والاسماعيلي الاتحاد الاسماعيلي. تخيل قالوا ذلك اللي كل الرهانات كانت عليهم. ها كرة القدم ما بتحترمش غير اللي بيحترمها. في الاطار نفسه، في اطار ازمة الضمير العام في اتحاد الكرة برضو فيما يخص التحكيم، لانه لما تبقى توجهات اعضاء في مجلس الادارة بهذا الشكل فيما يخص ارائهم، تفتكروا ايه المنظر هيكون في التعامل مع ملف التحكيم، في اختيارات الحكام وفي تقييمهم وفي توزيعهم وفي كل ما يحدث في ملف التحكيم. أزمة كبيرة جدا مثارة هذه الأيام في الساعات الماضية بين الكابتن سيد عبد الحفيظ كمدير الكرة في النادي الأهلي والكابتن عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد كرئيس للجنة الحكام أو مشرف على لجنة الحكام. كابتن سيد عبد الحفيظ قال سؤال منطقي بديهي بسيط جدا، لا فيه شتيمة لحد، لا فيه إساءة لحد، لا فيه تجاوز في حق حد، ولا فيه أي خروج على النص. كلام مؤدب جدا جدا جدا، هنسمعه لأن أنا مش عارف ده زعل في إيه. أنا هو طلب وسؤال، يعني خليني أقول لك يعني بس عشان بس ما تاخدش الموضوع نقد، الناس طالما أنت بتقول حاجة الناس بتبقى متخيلة إن أنت بتنقد. يعني أنا ليا طلب وليا سؤال، يعني ليا طلب اتمنى ان الاتحاد المصري او لجنه الحكام في مصر تستعير كابتن علي الصبحي اللي حكم لقاء امبارح الامس في البطوله العربيه. اعتقد ان دي المباراه الوحيده اللي عدت لنادي الزمالك السعودي بدون اخطاء او مؤثره، مش عايز اقول اخطاء تحكيميه، اخطاء مؤثره او من خلال او من غير ضربات جزاء. فاتمنى ان احنا يتم استعاره الحكم ده، على الاقل هنشوف مباراه من غير ضربات جزاء. الجزء الثاني، السؤال مهم جدا اللي بيطرح نفسه، هو سؤال مش نقد عشان بس الناس ما تسخنش. يعني هل في شك في قدرات جهاد جريشه ومحمود البنا كحكام؟ يعني واحد شارك في المونديال العالمي ككاس عالم واكبر بطوله على مستوى العالم اللي هو كابتن جهاد جريشه، ومحمود البنا في قدراته وامكانياته وشخصيته، وكمان انت اللي بتقول ان هو من الحكام الصفوه ومن الحكام المميزين جدا جدا على المستوى الافريقي كمان من خلال مباريات، حتى بيدير مباراه ديربي هناك في تونس اقربها كانت الصفاقسي والترجي التونسي. هل يعقل ان محمود البنا في مشوار نادي الزمالك السنه دي كله
ال 15 مباراه 13 دوري واثنين كاس ما يحكمش ولا مباراه لنادي الزمالك خالص؟ هل يعقل ده؟ هل يعقل ان جهاد جريشه الراجل اللي جاي من كاس عالم يحكم مباراه واحده للزمالك يكون طرفها النجوم؟ طبعا النجوم على راسنا من فوق كاداره ومسؤولين وكل حاجه، لكن انت بتختار له المباراه. هل يعقل اختصار التحكيم لنادي الزمالك على محمد عادل ومحمد الحنفي وايمن عمر وابراهيم نور الدين؟ هل يعقل ان الاربعه دول يحكموا 80% من مباراه نادي الزمالك؟ هل يعقل ان المباراه الكبيره تتوزع على 3 4 حكام بس؟ مش تشكيك، لكن هي اسئله محتاجه. محمد عادل يحكم مباراه المقصه والانتاج الحربي، ابراهيم نور الدين يحكم مباراه الاتحاد ويحكم مباراه اللي فاتت الجونه، محمد الحنفي يحكم الجيش والشرطه والجيش والداخليه، امين عمر يحكم بتروجيت والمقاولين العرب. يعني حتى المباراه الثانيه كان فيها بعض الاخطاء، لكن انا بتكلم يعني ما يعقلش اسئله محتاجه الاجوبه. ليه محمود البنا ما بيحكمش خالص بكفاءته وقدراته في خلال ال 15 مباراه المتتاليه؟ وليه حكام بتعيد تكرارها في مباراه ثانيه؟ الزمالك عنده مباراه المصري اللي جاي، انا متاكد يا محمد معروف يا محمد الصباح. انا بقول لك يعني انت بتتكلم في حاجه غريبه جدا، اسئله يعني او اجابات بتتكرر كل سنه والناس بتعمل نفسها مش واخده بالها، فهي اسئله مش نقد بس اسئله. سؤال هام طبعا، يعني نتمنى ان شاء الله يتم الاجابه عليه، وممكن طبعا كابتن شوبير يكون عليه تعليق اخيرا. يا ريت بالاحصائيه والورقه والقلم كده، تمام؟ الزمالك لعب 13 اربع حكام اداروا 8 لقاءات من ال 13، واحسن حكم في مصر مش بشهادتي ده بقدراته والامكانيات اللي هو جهاد جريشه بيحكم مباراه واحده تكون طرفها النجوم، مش مباراه مثلا يعني الاسماعيلي المصري المقاولين مثلا. طبعا مع احترامي الكامل للنجوم، حتى المباراه دي كسب النجوم، لكن انا بتكلم هل يعقل برضه محمود البنا ما يحكمش ولا لقاء ابدا؟ تسمح لي اجاوب؟ اتفضل. السؤال بتاع الكابتن اللي عمل مشكله، مش انا اللي هجاوب. آه. الحقيقه الاستاذ ثروت سوين جاوب السنه اللي فاتت بناء على المشكله بتاعتك. لما قالوا عايزين حكم مصري للاهلي والزمالك، وبعدين رجع حكم مصري لنهائي كاس مصر في تحدي رئيس لجنه الشباب والرياضه في مجلس الشعب اللي بقى يحاسبن ومش عارف يعمل ايه يعني عشان ياخد حقه. فالحقيقه السؤال بتاع الكابتن سيد هو جاوبه الاستاذ ثروت سويلم، الزمالك محتاج بطوله. هو قال كده مش قال كده؟ صحيح. يعني لو عندكم عندكم وتقدروا تجيبوها دلوقتي هيبقى هو دي الاجابه. الزمالك محتاج بطوله. فالاتحاد يعني والله الاتحاد متسق مع نفسه جدا يا جماعه. مش عايز بيراميد يكسب الدوري وشاف ان الاهلي بعيد وامنيته كذا والزمالك عايز بطوله. الناس ما انتوا زعلانين ليه؟ يعني هو اللي كلمكم بصراحه تزعلوا؟ لكن اللي يدهشني جدا ان يجيب الكابتن عصام عبد الفتاح على هذه الاسئله بغضب. عارف بيجاب بغضب ليه؟ لانك انت بتساله اسئله رغم بساطتها ورغم وضوح الاجابه فيها اللي بتنكأ جروح بيحاول يداريها كده. طبعا ايه اللي ينرفزه؟ بقول لك فين جهاد جريشه والبنا اللي هم احسن اتنين حكام مصريين؟ بقول لك هم فين يا اخي؟ قول لي موجودين في الحفظ والصون هيطلعوا وقت اللزوم. انما تطلع كل مره نتكلم كلمه، كل مره نتكلم كلمه الثوره وتعب، ورغم كده اما يتكلم حد تاني يكلمه ولا يهدده ولا يبعت له رسائل يتكلم له مؤاخذه يعني بيبقى الخروجات على النص. الناس بتندهش ان يبقى في مستوى في حق اعضاء في اتحاد الكوره واعضاء قيادات التحكيم وفي ذمه حكام دوليين. قال لك الراجل ما يعني الراجل بعت لي ايه اللي هنبتدي الوساخه بقى، ما قالش حاجه يعني. لكن سيد عبد الحفيظ لما اتكلم وسال اسئله سمعتوها منطقية جدا. أولا هو ما ده بالعكس، هو بيدافع عن قيمة جهاد جريشة حكم الصفوة الأول في مصر وأحد حكام النخبة الأفريقية، ومحمود البنا واحد من الحكام برضه الدوليين. واسمع، والذي عانينا منه على مدى السنتين الماضيتين معاناة كاملة. هل كلام سيد اللي سمعتوه لا مؤاخذة فيه حاجة؟ هل في أي لفظ مسف في حق أي حد؟ سأل السؤال الصعب. هل اللي سأله سيد عبد الحفيظ تكون إجابة الكابتن عصام عبد الفتاح عليه بالشكل اللي انتوا هتسمعوه ده؟ يا
يعني ردا على كلام كابتن سيد عبد الحفيظ، ومش للسنه الاولى، ده كلام بيتكرر سنه بعد سنه في حكام بعينهم بيديروا مباراه نادي الزمالك والوضع بيختلف مع النادي الاهلي. اولا انا مش هرد على الكلام اللي قاله كابتن سيد عبد الحفيظ من تهكم على التحكيم والحكام المصريين ومقارنتهم بحكم عراقي، طبعا كل تقدير للحكام العراقيين، ولكن مش هرد على ده، هرد عليه بالنظم واللوائح اللي بتنظم العمل ما بين كل عناصر اللعبه من خلال الاتحاد الكره للمسابقات. نحترم كل اللي قاله كابتن سيد عبد الحفيظ، ولكن هو من وجهه نظري واضح جدا انه تهكم على التحكيم المصري بشكل غير عادي وعلى الحكام المصريين اللي هم ناس محترمين جدا جدا يا كابتن سيد، وانت اول واحد تعلم ده، واحنا ما هناخد حقنا من خلال لوائح اتحاد الكره، وكل الحكام هيحكموا نادي الزمالك وبيحكموا النادي الاهلي. الكلام اللي قاله كابتن سيد عبد الحفيظ مش صحيح ومش مقبول، لان معظم الحكام اللي بيحكموا للاهلي بيحكموا للزمالك. مش هقول كل الحكام، بقول معظمهم او اغلبيتهم. طيب كابتن عصام زعلان ان الكابتن سيد اشاد بالحكم العراقي اللي ادار مباراه الزمالك والاتحاد السكندري في البطوله العربيه، ان بيتهكم لما قال له واشاد بـ 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 بالبنا وبجهاد جريش، هذا تهكم. وانا لما اشيد بحكم عراقي اكون بتهكم على المصريين؟ يعني لما بتجيب طاقم تونسي يدير مباريات في الدوري المصري، هي تونس دي مش دولة عربية والعراق دولة عربية برضو؟ ولا انتوا بتروحوا تونس ما بتروحوش العراق؟ ايه الفرق بين الاتنين؟ ده طاقم عربي كلف من الاتحاد العربي التونسي، جبتوه بالعلاقات بين الاتحاد التونسي والاتحاد المصري. لما يشيد سيد عبد الحفيظ بالحكم العراقي يبقى كده بيلقح على الحكام المصريين، ولما تطلع تشيد بالحكام التونسيين في مباراه لبيراميدز يبقى انت كده ما بتسقش للحكام المصريين، ده انت بتجيب حكام توانسه لمباريات يجب ان يديرها حكام مصريون. بينما المباراه اللي ادارها الطاقم العراقي لا ما ينفعش يديرها طاقم مصري. يعني انت اللي بتين حجبت الفرصه عن طاقم مصري. انت اللي طعنت في كفاءته، مش احنا. مش احنا، مش سيد عبد الحفيظ. انت اللي جبت او انت اللي استجبت لطلب استخدام حكام. صحيح ان الاهلي كان طلب وبيراميدز اختار الحكام والتعيينات الملاكي، والتعيينات الملاكي ديت مش احنا اللي قلناها، المدير التنفيذي للاتحاد. ولو عايزين نعيد نسمع تاني، هات له فلان الفلاني عشان بيظبطه وبيريحه، ولا نسينا برضو الكلام ده؟ يوم لما كابتن سيد يشيد بالحكام العراقيين، عايزين تستخدموا ده لضرب فتيل بين الاهلي والحكام المصريين، الحقوا ده بيطعن في نزاهتكم. لا، ده بيدافع عن نزاهتهم، ده بيدافع عن سمعتهم، ده بيدافع عن احقيتهم في التوزيع العادل للمباريات. كابتن عصام عبد الفتاح قال مش صحيح كلام سيد عبد الحفيظ، ومش صحيح ابدا ان احنا بنودي حكام بعينهم لمباريات الزمالك، كل الحكام بيحكموا للاهلي وبيحكموا للزمالك. سيد عبد الحفيظ كذاب ولا عصام عبد الفتاح مش صادق؟ جدول المباريات هو اللي جاوب. ما نشوف جدول مباريات الزمالك السنه دي مين اللي ادارها يا كابتن عصام، عشان ربما كان الاعتماد على ذاكره السمكه بتعتقده ان هو المنجي. مباريات الزمالك السنه دي موسم 2018 2019 يا ريت نشوفها في الدوري. هذه المباريات العشر مباريات الاولانيين، محمد امين عمر ادار مباراتين، وابراهيم نور الدين ادار مباراتين، محمود الحنفي ادار مباراتين، ومحمد عادل ادار مباراتين. في اكتر من كده، محمود البنا ادار صفر، وجهاد جريشه ادار مباراه واحده للزمالك مع النجوم السنه اللي فاتت هتدهش، والصباحي واحده، ومعروف واحده، وعاشور واحد، بس دول 10 مباريات يا شوارب. انما تتضح الصوره اكتر زي ما الكابتن سيد عبد الحفيظ قال بمباريات الكاس وبقيه مباريات الزمالك في الدوري. ممكن اطلب منك طلب؟ ممكن اطلب منك طلب؟ ارجع بس الصفحه الاولانيه. طيب دول السنه دي، عشان بس محل الخلاف من الكابتن سيد عبد الحفيظ، البنا وجهاد جريشه. وخد اهو جهاد جريشه ادار مباراه واحده، والبنا ادار ولا مباراة للزمالك السنة دي حتى الآن. سيد غلط ولا ده الجدول اللي بيرد؟
ونفس الاسامي اللي قاله. يعني انتم متخيلين انه الاربع حكام اداروا 8 مباريات للزمالك من ال 13. الاربعه اللي قالهم سيد عبد الحفيظ محمد امين عمر والحنفي ومحمد عادل وابراهيم نور الدين، دي الاختيارات المفضله. غلط كابتن سيد عبد الحفيظ؟ اذا كان غلط قول لي ان المباريات دي 7 مباريات بس يا ابراهيم، فين بقيه الجدو؟ انما شوف السنه اللي فاتت هم نفس الاسماء هم ده الاقوى. ان محمد امين عمر ادار 5 مباريات، الصباحي 5 مباريات، الغندور 4، محمد عادل 4، وبعد كده الباقي متوزع 3 و2، محمد الحنفي 3 ومحمد فاروق 3، وجهاد جريشه 1 والبنا 1. يعني برضو المفضلون سنة. المفضلون للزمالك هم 6 اداروا 24 مباراه السنه اللي فاتت من 34. امين عمر ادار 5 والصباح ادار 5 ومحمد عادل ادار 4 والغندور ادار 4. والمختلف عليهم واللي الكابتن سيد اشار اليهم، جهاد جريشه ادار 0 ومحمود البنا ادار مباراه واحده. متخيلين؟ عشان الكابتن عصام عبد الفتاح شايف انه التساؤل الطبيعي والمشروع والهادئ جدا لسيد عبد الحفيظ شايف فيه تجاوز، وقال ايه هنهدد ومش هنتحاسب الا باللائحه. كانت الرجاء في اخر الدوري كان يتحاسب وهنتحاسب باللائحه. والكلام اللي انتوا كمان هتسمعوه من الكابتن، كابتن سيد عبد الحفيظ علق مع سيف زاهر على تركيز الكابتن عصام عبد الفتاح، هو انت زعلان ان انا بتساءل سؤال منطقي مدعم بحقيقه وما زعلتوش من الكلام التاني؟ نشوف سيد عبد الحفيظ. لا بس ثانية، انا بس يعني سمعت اخر جملة لكابتن عصام او من شوية، يعني اعتقد ان كابتن عصام يعني معانا تحديدا ليه كده؟ ده مصر كلها بتتكلم على التحكيم بقى لها 2 3 ما طلعتش في اي حاجة ولا بتقول اي حاجة على اي حد فيهم خالص. يعني اشمعنى انا؟ اشمعنى انا تحديدا يعني؟ ممكن يكون بيحبك بزيادة كابتن. لا انا مش عايز يحبني ولا احبه، لو عايز انا الموضوع بالنسبة لي موضوع اسئلة، يعني بدل ما يطلع يرد عليها ما يقوليش انا اقول ايه وما اقولش ايه. أنا طالما ما بخرجش عن النطاق، يعني طالما ما بخرجش عن النطاق ولا بتجاوز في حق حد، فخلاص مفيش مشكلة. يعني من 2 3 كل مسؤول في نادي كان بيتكلم على التحكيم أو بيتكلم في أي حاجة ما تخصش عن التحكيم، ليه يا كابتن حسام ما طلعتش قلت الكلام ده؟ ليه معايا أنا تحديد؟ ليه مع النادي الأهلي؟ وبعدين إيه التصريحات اللي أكبر من النادي الأهلي اللي أنا قلتها؟ أنا أدي سؤال، حضرتك هات التليفون تاني جاوب على السؤال يا كابتن حسام، أنت ليه بتدخلنا في حتة تانية؟ ليه محمود البنا ما حكمش؟ هو ده سؤال صعب. يعني حضرتك ليه محمود البنا ما حكمش وهو من احسن حكام مصر؟ وانا بقول حاجه لمحمود البنا، ده انا بقول لك من احسن حكام مصر. هو الحقيقه رد دلوقتي قال لي ان جهاد جريشه كان عنده موقف، انا رديته وقلت له مش معنى كده ما يحكمش، قال لي لا هيحكم. ثانيه واحده، جهاد جريشه عنده موقف، احمد حمدي ما كانش عنده موقف بالنسبه لي. لما انت جيت في الماتش اللي فات معانا في الماتش المقاولين، ما كانش احمد حمدي في الاهلي والمقاولين؟ كابتن عصام بيتخيل ان احنا مثلا يعني ما بنعرفش الاسماء او ما بنعرفش اشكال الناس. طب اشمعنى يعني نفس الموقف؟ هو نفس الموقف، ما هو احمد حمدي كان معايا موقف كبير جدا في طلع الجيش. سلمت على الراجل ومية مية وكان موجود في الصف الخمسه. لا يعني الموضوع باختصار شديد يا كابتن عصام بعد اذن حضرتك، انا بسالك سؤال، بسال سؤال، هل ده في تجاوز؟ في تجاوز في حق حد؟ انا بقول لك في 2 من احسن حكام مصر، جهاد جريشه ومحمود البنا، حكموني ال 50% لثقتك الكبيره جدا فيهم وثقتنا احنا فيهم في قدراتهم وفي امكانياتهم. 2 بيحكموا 4 ماتشات من اصل 8 وما بيحكموش الناحيه الثانيه خالص. هل السؤال ده فيه تجاوز؟ يعني هل ده فيه تجاوز في ايه يا كابتن عصام؟ وبعدين انا اي لوائح وقوانين ايه اللي تطبق عليا اذا كان انا ما غلطتش فيك انا اساسا ولا غلطت في اي حد؟ امال الناس اللي بقالها 2 3 حضرتك ما طلعتش بمكالمه ليه؟ يعني انت مستنيني عشان تطلع تتكلم عليا؟ مستنيني اتكلم في التلفزيون عشان تطلع ترد؟ طب بقالك 2 ما بتتكلمش على الناس اللي بتتكلم ليه؟ السؤال برضو الاخراني بتاع الكابتن سيد، نمالي بيحط اسئله كده بس الانسان لو يتوقف امام اجاباتها هيصل للحقيقه. هو اشمعنى انا اللي انت متصدني بتطلع ترد عليا انا على طول؟
انا لا اتجاوز في حقك ولا اتجاوز في اي حد ولا كل كلمه بقولها بتحاول تهددني باللوائح بالنظام العام وبالعقوبات بشكل مباشر انت وحكامك. دي مجرد كلمه يعني ايه مش هنبتدي الوسخه بقى ايه دي يعني. فانت يعني هو هي الفكره. احنا طبعا انت حر، عايز تبلع الزلط للي انت عايزه براحتك، انت حر، بس برضو انا ما تتعاملش بقى معايا بهذا التنمر يعني. حلوه التنمر، ما دي الموضه بتاعت اليومين دول، هتشوف حاجه على التنمر حلوه. كابتن سيد قال في مداخلته مع الكابتن سيف زاهر مش منطقي انه اتنين حكام اهلا وسهلا بيهم وبكفاءتهم وهم حكام النخبه جهاد جريشه ومحمود البنا يديروا 50% من مباريات الاهلي ويديروا صفر لنادي الزمالك. ده مش سؤال؟ دي مش علامه استفهام كبيره؟ ده مش منطق يطرح نفسه؟ طب ما يجاوب المهندس هاني ابو ريده، يسال الكابتن عصام عبد الفتاح على الترابيزه بكره وعندهم اجتماع الساعه 2 الظهر يقول له هو سيد عبد الحفيظ غلط في ايه؟ سيد عبد الحفيظ سال الاسئله اللي انتم ما بتسالوهاش للجنه. سيد عبد الحفيظ حط ايده على نقطه كلكم مش عايزين تقفوا عليها مع لجنه الحكام. لماذا سياسه التحكيم الموجه؟ لماذا اختيار الحكام بهذا الشكل؟ فين حقوق بقيه الحكام؟ حكام الصفوه اللي عندك؟ ليه التفرقه في اداره المباريات؟ مش دي اسئله منطقيه يفترض ان اي مجلس في اي جهه بيراقب وبيحاسب وحقه يسال. لما يكون نادي عضو في المسابقه مش من حقه يسال، مين اللي يسال؟ عشان يتقال هو انا من حقي فكره وانا سالتك فلان الفلاني، لا الادوار بعد اذنكم معكوسه. السياق والظرف الذي سال فيه الكابتن سيد عبد الحفيظ لا في مجال، ولا كان غضبان بالتحكيم ولا كان بيعمل اي حاجه، ده كسبان الماتش وبيتكلم وبيشيد بالحكام. لا في النظر يعني، عشان قبل كده يقول له ايه وانت بترمي فشلك يعني، حتى كياد يعني ما بيجي يرد عليك قبل كده قال لك هو انت كل واحد هيعلق شماعه فشله على التحكيم. طب هو بيكلمك في لحظه ما فيهاش فشل اهو. انا بفكر الكابتن عصام عبد الفتاح وليه عندنا كل الاحترام، واحنا في كاس العالم بعد مباراه مصر والسعوديه تعليقه على التحكيم كان ايه؟ كان ايه؟ طبعا قال لي انا شخصيا ده حكم فضيح، ده تحكيم فضيح. يعني لما تبقى انت مسؤول ورئيس بعثه بتشتكي من التحكيم لان الوضع مختلف. لما يجي اي نادي حس بالظلم او حس بالضرر او حس انه حتى لو الحكم بتاعنا مش فضيحه ولا حاجه، حتى لو كل تحكيمنا اخطاء بشريه وارده وبتحصل في اي سياق، لكن ما يبقاش التعامل معاها بالشكل ده. ولو عايز تمسك لسيد عبد الحفيظ على الواحده قولوا لنا انتوا سايبين الوحايد الثانيه لمين؟ قولوا لنا ليه بلع اقوام الزلط من الاخرين بهذا الشكل؟ سيد عبد الحفيظ قال مش منطقي ان اتنين حكام يحكموا 50% او 80% من المباريات. نص عدد الاهلي لعب 8 ماتشات، اربعه منهم النص ادارهم البنا وجهاد جريشه زي ما هتشوفوا الجدول دلوقتي قدامكم. ده سؤال منطقي ولا لا؟ جهاد جريشه ادار مباراتين والبنا ادار مباراتين، الحنفي ادار مباراه، محمد معروف ادار مباراه، وابراهيم نور الدين وطارق مجدي كل واحد ادار مباراه. ادي مباريات الاهلي الثمانيه لغايه دلوقتي. مش ده منطقي؟ الممنوعين عند الطرف الاخر هم الموجهين ليا انا باستمرار. لو حد شاف في كلمه غلط من الكابتن سيد عبد الحفيظ يقول لنا هي ايه؟ ويفتكر اللي كان بيطلع لغايه السنه اللي فاتت ولغايه شهور فاتت في حق الكابتن عصام عبد الفتاح، في حق حكام افاضل، كان الكلام بينال السمعة والذمة والقيمة. أعتقد اليوتيوب مليان وذاكرة الجميع حافلة بكل الفيديوهات وكل الكلام اللي انتوا سمعتوه. ما شفناش عقوبة واحدة وما شفناش رد واحد. ده ما بنوافقش عليه وما بنقبلهوش وما بنعتمدهوش أبدا وسيلة أو سياسة للتعامل بين الناس. بالعكس لابد من الاحترام ولابد من حفظ الحقوق للجميع. لكن مش اسد علي وفي بقيه المداخلات نعامه. بص يعني ربما يكون الاستاذ احمد مرتضى يعني قد اجاب على كثير من الغموض في موقف التعامل مع الاعتراض على التحكيم. يعني الاستاذ
انت عندك حاجه قبليها؟ انا عندي دلوقتي المداخله المشتركه بين الكابتن سيد عبد الحفيظ ناخدها الاول والكابتن عصام عبد الفتاح. لما بيحاول الكابتن سيف زاهر وهو عضو مجلس اداره في الاتحاد يوصل بين الاثنين لنقطه التقاء. كابتن عصام. ايوه يا كابتن سيف. اتفضل بس. كابتن سيد قال واعتقد في تسجيل مش هنقدر يعني. طب اتفضل قول لي يا كابتن. كابتن سيد ما قالوش. كابتن سيد قال كان في حكم عراقي بيحكم الزمالك عقد والاتحاد في البطوله العربيه ونشوف الراجل ده بلا اخطاء ونشوف الاخطاء الموجوده بقى عندنا وازاي ومين بيلعب لمين ومين ما بيلعبش لمين. طب ما ده ما فيهوش لا ده ما فيهوش تجاوز يا كابتن. ده ممكن يا كابتن ممكن اشيد بحكم. في قمه التهكم على التحكيم والحكام. لا يا كابتن هو يا كابتن عصام بس انا من النهارده بسال الكابتن سيد عبد الحفيظ مين اللي فاز الثلاث سنين اللي فاتوا وباني حكام يا كابتن؟ مين اللي فاز بالدوري يا كابتن سيد؟ ما كابتن كابتن عصام هي الجزء دي يا كابتن عصام ما فيهوش اي تهكم. بتطرح اسئله مش موضوعها. كابتن سيد بعد اذنك بس بعد اذنك كابتن سيد لو سمحت. لو انا بقول كابتن بس اديني فرصه كابتن. ما هو كابتن بعد اذنك انا هدي حضرتك فرصه بس انا لا لحظه بس لحظه بس لو الكلمه دي لو انا بقول ان انا بشيد بتحكيم. طب اتفضل حكم يا كابتن سيف اديني فرصه بقى اديها. طب اتفضل يا كابتن. لو بشيد بحكم ده معناه ان انا بسيء للناس الثانيه. تمام. ده انا هجمع لك يا كابتن عصام عشان حضرتك الكلمه دي زعلتك قوي ان انا بقول الحكم ده كويس. انا هجمع لك حضرتك المسؤولين قالوا ايه في الشهرين اللي فاتوا ورد حضرتك كان عليهم ايه. لما كلمه من سيد عبد الحفيظ مسؤول في النادي الاهلي تقول ان حكم كويس ادار مباراه زعلتك جدا. طب الكلمات الثانيه انا هجمع وعد مني هجمعها لحضرتك. احنا يا كابتن احنا يا كابتن سيد عمالين نروح يمين وشمال. احنا عايزين نحل القصه بس. انا لا اقبل ان حد يسالني انت بتعمل ده او ده اللي يسالني بس اتحاد الكوره ومفيش نادي في مصر يسالني. طبعا. زي انا ما بقول ما اقدرش اسال الكابتن سيد عبد الحفيظ انت بتلعب سين او صاد او عين ليه. طيب. مش من حقي. فشل الكابتن سيف انه يوفق بين الطرفين لكن المنطق موفق بين المساله. هو اتحاد الكوره من حقه او اي حد يسال مدرب عضو مجلس اداره في الاتحاد من حقه يسال مدرب في اي نادي انت ما بتشركش اللاعب الفلاني ليه؟ انت كاتحاد مش من حقك اللاعب الفلاني يلعب او ما يلعبش، ده شان فني خاص بناديه. لكن الكابتن سيد عبد الحفيظ او الكابتن احمد حسن او اي مسؤول في اي نادي من حقه يقول لك سياسه اختيار الحكام. النادي عضو في الجمعيه العموميه لاتحاد الكوره، عضو في المسابقه. سيادتك بتنجح باصوات الناس ديت. الناس ديت كانديه هي اللي فوضت سيادتك والمجلس باداره شؤون اللعبه. انت اكتسبت شرعيتك من اصوات هذه الجمعيه العموميه عشان انتوا مش واخدين بالكم انتوا قاعدين هنا ليه؟ انتوا قاعدين في المكان ده بشرعيه هذه الجمعيه العموميه لهذه الانديه اللي من حقها تسال اسئله منطقيه مشروعه بشرط الاحترام الكافي. لكن انت مش من حقك تروح تقول للنادي شلت المدرب ليه؟ مش سلطتك مش من حقك. مش سلطته مصلحتك ايه؟ يعني دورك ممكن مدير منتخب يقول يتساءل هذا السؤال يعني فاهم ازاي؟ انا كان نفسي يشرك فلان وفلان عشان عايزه او فلان بيلعب في مركز غير مركزه المفروض ان انا العب في الحته الفلانيه. ما سياق مش مظبوط اما تقول انا ما بسالكش لان مش من حقك. طبعا طبعا لكن انت بتاثر عليا. انا ما بتاثرش عليك وعلى قرارك في الاتحاد لكن انت بتاثر عليا بتاثر على حقوق فنيه وماديه لناس كتير. ده في انديه بتهبط وانديه بتصعد وانديه بتكسب بطولات بيترتب لها مشاركات دوليه واقليميه. ما ينفعش ان انا اقول انا عاملني زي ما انا يعني انا ما بسالكش بتلعب مين فانا الحكام عندي اعمل اللي انا عايزه. لا ما تعملش اللي انت عايزه. تعمل انت عايزه في سياق الصح والغلط ومن حقي ان اتساءل بادب زي ما انت بتقول. يعني لابد ان احنا نحافظ على اللغه المحترمه بيننا لكن ما دام في اسئله منطقيه مشروعه ما تتحرجش. تتحرج ليه؟ ما تقول ايه السبب. حاول يقول الكابتن عصام عبد الفتاح في ال تي سي ليه البنا وجهاد جريشه للزمالك لا. تساؤلاته منطقيه يا كابتن. يعني ليه جهاد جريشه والبنا ما بيحكموش بص يا كابتن ابو المعاصي جهاد جريشه لو انت فاكر ادار مباراه الزمالك والمقاصه لو انت فاكر الشهيره شوف انت قلت الشهيره
واتوقف الدوري كام شهر؟ من 3 ل 4 شهور تقريبا. صح ولا انا بتكلم غلط؟ صحيح. مستحيل ان انا استاذ ابو المعافي كان عنده هذه المقابله المباراه وحصل اللي حصل وممكن اجيب له الحكم بعدها؟ مستحيل في اي طبعا في العالم. طبعا الظروف النفسيه مليون في المية. وحصل اتهامات ما بين النادي وحكمه وقعدنا في جدال والدوري وقف اربع شهور. أيوة. فاذا ده حتى كمان في القضاء في رد المحكمه وفي وفي يعني انا مليت طبعا في النواحي القانونيه لكن طبعا بنحاول نهيئ الحكم نفسيا عشان يرجع في احسن صوره لهذا النادي. ورجع جهاز جريشه مع مباراه السنه دي مباراه الزمالك واللي هو المستقبل. طب والبنا يا كابتن ايه المبرر؟ البنا كان عنده الزمالك وبيراميدز والمباراه اتاجلت. انا بقول لك اسر اهو قسما بالله زي ما بحكي لك كده. المنطق او المسطره اللي بيتكلم بيها الاستاذ او الكابتن عصام عبد الفتاح بيقول له مش معقوله على واقع حصلت من 3 سنين ولا من سنتين ها ان انا اجيبه تاني وهو ضرب الجزاء واضحه باليد ها وبعد الاحداث والدوري وقف كام شهر وكان في تهديد بالانسحاب وكانه مطلوب من الانديه ان تلجا الى هذا الاسلوب الضاغط. بنفس المعيار يا استاذ ابراهيم بنفس المعيار ها. طب ابراهيم نور الدين حكم للاهلي. طب ما هو ابراهيم نور الدين عمل ايه في الماتش بتاع ازارو ضربه الجزاء بتاعت ازارو انتاج الحرب انتاج الحرب. طب بنفس المعيار جهاد جريشه اللي موسمين مع نفس الفريق الاهلي والاسماعيلي يؤثر على نتيجه المباراه بقرارات وانا طالع كابتن سيد بيشيد بيه بيعتبرها ان اللي حصل دي اخطاء تحكيم مش سوء اداره يعني. ف يعني هي هنا النقطه مشكله يا استاذ ابراهيم. انت تحاسب بمعاييرك. انت راجل مؤدب ما يصحش تقول كده وليكن لكن هو الخطا بتاع جهاد جريشه مع الزمالك والمقصه كان الموسم اللي قبل الماضي. الموسم الماضي ما حكمش ولا مباراه للزمالك. قال لك مش معقول الزمالك يهدد والنبي يعني شوف النبي متخيلين خطا انت مستمر عليه للموسم الثالث في حكم مصر الاول واحد حكام كاس العالم. هل ده يعقل؟ اهو زيرو جهاد جريشه. ايه الحرص على ارضاء الناس التانيه دي؟ ايه الانصياع الشديد قوي ده؟ طيب اذا كان كابتن عصام ده جهاد جريشه، البنا كابتن عصام حلف انه كان هيديله الزمالك وبيراميدز بس المباراه اتاجلت. لا والله. طب هو ايه الرخصه بتاعته مكتوب عليها حكم مباراه الزمالك وبيراميدز بس؟ الزمالك بعد بيراميدز ما لعبش كوره خالص؟ بعد كل الماتشات بتاعت الزمالك وبيراميدز الرخصه بتاعته ساريه طلع له الاورنيك الزمالك وبيراميدز ما دام المباراه اتاجلت خلاص مش هتلعب مباراه ثانيه. بالذمه ده منطق؟ ما لعبش الزمالك ولا ماتش ثاني؟ عشان نهرب منها والله العظيم كان هيحكم بس مش عارف ايه؟ لا طب وبعدين؟ ايه اللي حصل بعد كده؟ حصلت كمان محاولة من الكابتن سيف زاهر للم الشمل تاني لكن المرة دي كان في حلفان وتهديد. نشوفه. أنا بس عشان بقى إيه عشان نقفل الموضوع ده بمنتهى الهدوء سايب بمنتهى الهدوء كده الكلام ما كانش فيه أي حاجة. هو كان استفسار ولا تجاوز معايا نوع بس ولا كان فيه أي حاجة يعني هو الراجل قاصد يقول من الأول أنا ما كانش فيه خروج عن النص بس يا ودي حقيقة سيف. يا كابتن سيف فضل. أنا نفسي بس أقول حاجة واحدة بس اتفضل. أرجو إنك تجيب حالا الكلام اللي قاله كابتن سيد عبد الحفيظ حالا ولو أنا غلطان هستقيل من اتحاد الكورة. طب دي واحده بس يا كابتن عصام دي واحده بس الكلام فيه بس بهدوء بس بهدوء هو على الهوا. طب بعد اذنك بهدوء كان كلامه بيهين او بيتهكى مع التحكيم. قال ايه يا كابتن؟ هو قال ايه بس بهدوء؟ انا موافق الكابتن عصام عبد الفتاح. هو قال للكابتن سيف بيحلف باغلظ الايمان هستقيل على الهوا هات كلام الكابتن سيد لو ما لقيتش فيه غلط انا هستقيل. طيب هتسامحه وتعفيه من الوعد اللي قطعه على نفسه؟ كلام سيد عبد الحفيظ الاول يا شوارب وهو بيتكلم في اون سبورت اول فيديو احنا عرضناه النهارده
اللي هو بيوجه فيه الأسئلة المنطقية بعد المباراة، لأنه ده اللي استند عليه كابتن سيف زاهر، مش عنده النص. فقال للكابتن عصام عبد الفتاح: يا كابتن عصام، أنا شايف الكابتن سيد عبد الحفيظ ما غلطش، هو سأل سؤال منطقي مدعم ببيانات، أنت ما بتردش. فقال له: لأ، عليا من كذا، لو أنت اعرض كلام بتاع عبد الحفيظ ولو ما لقيتش فيه إساءة أنا استقيل على الهواء. ما هو هيفسر الإساءة بقى بطريقته يا. طب ما نسمع كلام الكابتن سيد تاني ونحاول مع بعضنا نركز شوية، هو الغلط كان فين بالظبط؟ أنا هو طلب وسؤال، يعني خليني أقول لك يعني بس عشان بس ما تاخدش الموضوع نقد، الناس طالما أنت بتقول حاجة الناس بتبقى متخيلة إن أنت بتنقد يعني. أنا ليا طلب وليا سؤال يعني، ليا طلب اتمنى ان الاتحاد المصري او لجنه الحكام في مصر تستعير كابتن علي الصبحي اللي حكم لقاء امبارح الامس في البطوله العربيه. اعتقد ان دي المباراه الوحيده اللي عدت لنادي الزمالك السنه دي بدون اخطاء او مؤثره، مش عايز اقول اخطاء تحكيميه، اخطاء مؤثره او من خلال او من غير ضربات جزاء. فاتمنى ان احنا يتم استعاره الحكم ده، على الاقل هنشوف مباراه من غير ضربات جزاء. الجزء الثاني السؤال، سؤال مهم جدا بيطرح نفسه، هو سؤال مش نقد عشان بس الناس ما تسخنش يعني. يعني هل في شك في قدرات جهاد جريشة ومحمود البنا كحكام؟ يعني واحد شارك في المونديال العالمي ككاس عالم واكبر بطوله على مستوى العالم اللي هو كابتن جهاد جريشة، ومحمود البنا قدراته وامكانياته وشخصيته، وكمان انت اللي بتقول ان هو من الحكام الصفوه ومن الحكام المميزين جدا جدا على المستوى الافريقي كمان من خلال مباريات، حتى بيدير مباراه ديربي هناك في تونس اقربها كانت الصفاقسي والترجي التونسي. هل يعقل ان محمود البنا في مشوار نادي الزمالك السنه دي كله ال 15 مباراه 13 دوري واثنين كاس ما يحكمش ولا مباراه لنادي الزمالك خالص؟ هل يعقل ده؟ هل يعقل ان جهاد جريشه الراجل اللي جاي من كاس عالم يحكم مباراه واحده للزمالك يكون طرفها النجوم؟ طبعا النجوم على راسنا من فوق كاداره ومسؤولين وكل حاجه، لكن انت بتختار له المباراه. هل يعقل اقتصار التحكيم لنادي الزمالك على محمد عادل ومحمد الحنفي وايمن عمر وابراهيم نور الدين؟ هل يعقل ان الاربعه دول يحكموا 80% من مباراه نادي الزمالك؟ هل يعقل ان المباريات الكبيره تتوزع على 3 4 حكام بس؟ مش تشكيك، لكن هي اسئله محتاجه الاجوبه. يعني محمد عادل يحكم مباراه المقصه والانتاج الحربي، ابراهيم نور الدين يحكم مباراه الاتحاد ويحكم مباراه اللي فاتت الجونه، محمد الحنفي يحكم الجيش والشرطة، يحكم بتروجيت والمقاولين العرب. يعني حتى المباراه الثانيه كان فيها بعض الاخطاء، لكن انا بتكلم يعني ما يعقلش اسئله محتاجه الاجوبه. ليه محمود البنا ما بيحكمش خالص بكفاءته وقدراته في خلال ال 15 مباراه المتتاليه؟ وليه حكام بتعيد تكرارها في مباراه ثانيه؟ الزمالك عنده مباراه المصري اللي جاي، انا متاكد يا محمد معروف يا محمد الصباح. انا بقول لك يعني انت بتتكلم في حاجه غريبه جدا، اسئله يعني او اجابات بتتكرر كل سنه والناس بتعمل، فهي اسئله مش نقد بس اسئله. سؤال هام طبعا، يعني نتمنى ان شاء الله يتم الاجابه عليه، وممكن طبعا كابتن شوبير يكون عليه تعليق اخيرا. يا ريت بالاحصائيه والورقه والقلم كده. تمام، زمالك نادي الزمالك لعب 13 مباراه، اربع حكام لقاءات من 13، واحسن حكم في مصر مش بشهادتي ده بقدراته والامكانيات اللي هو جهاد جريشه بيحكم مباراه واحده تكون طرفها النجوم، مش مباراه مثلا يعني الاسماعيلي المصري المقاولين مثلا. طبعا مع احترامي الكامل للنجوم، حتى المباراه دي كسب النجوم، لكن انا بتكلم هل يعقل برضه محمود البنا ما يحكمش ولا لقاء ابدا؟ اسئله محتاجه الاجوبه مدعمه بحقائق وارقام عرضناها لحضراتكم على الشاشه، كلكم شفتوها. ايه الغلط؟ هل الكابتن عصام عبد الفتاح في اليمين اللي حلفه اللي سيف زاهر مستعد يستقيل على الهوا لو ثبت ان الكلام ده ما فيهوش غلط؟ لو في غلط يقول لنا هو الغلط فين؟ ده عامله ده حدوته دي فزوره، طلع لنا الغلط فين في اسئله محتاجه الاجوبه. والراجل اتكلم قال لك انا مش بقول نقد عشان ما يقولكش بنقد، انا بقول اسئله محتاجه الاجوبه. هل جهاد جريشة مش حكم مصر الأول؟ هل البنا مش واحد من الحكام المميزين عندنا؟ في خلاف على كده؟ هل الاتنين دول مش ممنوعين من تحكيم الزمالك؟ طب ما بيحكموش ليه؟ بقية الحكام الأربعة المبشرين دايما بالاختيار والرضا والقبول ليه؟ ولما أقول أصل جهاد جريشة غلط غلطة في حق المقصة الموسم اللي قبل اللي فات فتم منعه،
طب والحكام اللي غلطوا لصالح الزمالك موقفهم ايه؟ بيتكرروا ليه؟ مش ده السؤال للعدل برضه؟ انت عندك حكم اخطأ برغم انه حكم مصر الاول واحد حكام المونديال، لكن انت شايف ان الخطأ اللي حصل منه بالموسم اللي قبل اللي فات يستدعي ابعاده. طب واللي بيغلطوا لصالح الزمالك بيتكرروا ليه؟ مش في حقوق للانديه الثانيه المتنافسه؟ او اللي بيغلطوا يا سيدي مع الاهلي او ضد الاهلي؟ عشان مساله فيها موضوعيه شويه، مش التكرار ده حاصل للجميع؟ اشمعنى كده؟ وفين الخطا في كلام سيد عبد الحفيظ؟ ده السؤال الكبير. لكن على ذكر بقى تونس واجاده حكامنا في تونس، احمد حسام ميدو نفسه كان علق على ليه حكامنا بيجيدوا في تونس، فقال ميدو في تويتر له: حكامنا يؤدوا بشكل افضل في الدوري التونسي، وهذا اكبر دليل على انهم يتاثروا في الدوري المصري بالضغوط الذين او التي يتعرضون لها من خلال تهديدات وانتقاد مسؤولين الانديه لهم بعد المباريات بسبب عدم تفعيل لجنة القيم والمبادئ التي لها الحق في معاقبة أي شخص في أي ناد خارج اللاعبين والجهاز الفني. خارج اللاعبين والجهاز الفني، يعني لا تحاكم سيد عبد الحفيظ يقول لنا ما حاسبتش رئيس نادي الزمالك قبل كده ليه؟ ولا السؤال صعب؟ هو صعب شوية، يمكن أصعب من سؤال سيد عبد الحفيظ عن جهاد جريشة والبنا. مش دي لجنة فيها ناس أفاضل المفترض تحاسب الكل، ولا تغض الطرف عن ناس وتبلع لهم الزلط وتنتظر الكلمة؟ التهديد الأهلي ما بيهددش، لكن ليه بيحصل تهديد على الحكام لدرجة تصل إلى الانسحابات وتكون النتيجة أن أنت تكسب ثمن التهديد؟ ده مش اعترافنا ولا كلامنا، ده اعتراف الأستاذ أحمد مرتضى منصور في إذاعة الشباب والرياضة. حصلت كمان محاولة من الكابتن سيف زاهر للم الشمل تاني، لكن المرة دي كان في حلفان وتهديد. نشوف. انا بس عشان بقى ايه، عشان نقفل الموضوع ده بمنتهى الهدوء، سايب بمنتهى الهدوء كده، الكلام ما كانش فيه اي حاجه، هو كان استفسار ولا تجاوز باي نوع بس، ولا كان فيه اي حاجه يعني. هو الراجل قاصد يقول من الاول انا ما كانش فيه خروج عن النص بس، ودي حقيقه. يا كابتن سيف، انا نفسي بس اقول حاجه واحده بس، اتفضل. ارجو انك تجيب حالا الكلام اللي قاله كابتن سيد عبد الحفيظ حالا، ولو انا غلطان هستقيل من اتحاد الكوره. طب دي واحده بس يا كابتن عصام، دي واحده بس، الكلام فيه ايه بس؟ بهدوء بس، بهدوء. هو على الهوا، طب بعد اذنك بهدوء. كان كلامه بيهين او بيتهكى مع التحكيم؟ قال ايه يا كابتن؟ هو قال ايه بس بهدوء؟ انا موافق الكابتن عصام عبد الفتاح. هو قال للكابتن سيف بيحلف باغلظ الايمان: هستقيل على الهوا، هات كلام الكابتن سيد، ولو ما لقيتش فيه غلط انا هستقيل. طيب هتسامحه وتعفيه من اللي بيضغط على نفسه؟ كلام سيد عبد الحفيظ الاول يا شوارب، وهو بيتكلم في اون سبورت، اول فيديو احنا عرضناه النهارده، اللي هو بيوجه فيه الاسئله المنطقيه بعد المباراه، لانه ده اللي استند عليه كابتن سيف زاهر، مش عنده النص. فقال للكابتن عصام عبد الفتاح: يا كابتن عصام، انا شايف الكابتن سيد عبد الحفيظ ما غلطش، هو سال سؤال منطقي مدعم ببيانات، انت ما بتردش. فقال له: لا، عليا من كذا، لو انت اعرض كلام عبد الحفيظ ولو ما لقيتش فيه اساءه انا استقيل على الهواء. ما هو هيفسر الاساءه بقى بطريقته يا طب ما نسمع كلام الكابتن سيد تاني ونحاول مع بعضنا نركز شويه، هو الغلط كان فين بالظبط؟ انا هو طلب وسؤال، يعني خليني اقول لك يعني، بس عشان بس ما تاخدش الموضوع نقد، الناس طالما انت بتقول حاجه الناس بتبقى متخيله ان انت بتنقد يعني. انا ليا طلب وليا سؤال يعني، ليا طلب اتمنى ان الاتحاد المصري او لجنه الحكام في مصر تستعير كابتن علي الصبحي اللي حكم لقاء امبارح الامس في البطوله العربيه. اعتقد ان دي المباراه الوحيده اللي عدت لنادي الزمالك السنه دي بدون اخطاء او مؤثره، مش عايز اقول اخطاء تحكيميه، اخطاء مؤثره او من خلال او من غير ضربات جزاء. فاتمنى ان احنا يتم استعاره الحكم ده على الاقل، هنشوف
في مباراه من غير ضربه جزاء. الجزء الثاني السؤال، السؤال المهم جدا اللي بيطرح نفسه، هو سؤال مش نقد عشان بس الناس ما تسخنش، يعني هل في شك في قدرات جهاد جريشة ومحمود البنا كحكام؟ يعني واحد شارك في المونديال العالمي ككاس عالم واكبر بطوله على مستوى العالم اللي هو كابتن جهاد جريشة، ومحمود البنا في قدراته وامكانياته وشخصيته، وكمان انت اللي بتقول ان هو من الحكام الصفوه ومن الحكام المميزين جدا جدا على المستوى الافريقي كمان من خلال مباريات، حتى بيدير مباراه ديربي هناك في تونس اقربها كانت الصفاقسي والترجي التونسي. هل يعقل ان محمود البنا في مشوار نادي الزمالك السنه دي كله ال 15 مباراه 13 دوري واثنين كاس ما يحكمش ولا مباراه لنادي الزمالك خالص؟ هل يعقل ده؟ هل يعقل ان جهاد جريشه الراجل اللي جاي من كاس عالم يحكم مباراه واحده لذلك يكون طرفها النجوم؟ طبعا النجوم على راسنا من فوق كاداره ومسؤولين وكل حاجه، لكن انت بتختار له المباراه. هل يعقل اختصار التحكيم لنادي الزمالك على محمد عادل ومحمد الحنفي وايمن عمر وابراهيم نور الدين؟ هل يعقل ان الاربعه دول يحكموا 80% من مباراه نادي الزمالك؟ هل يعقل ان المباراه الكبيره تتوزع على 3 4 حكام بس؟ مش تشكيك، لكن هي اسئله محتاجه الاجوبه. يعني محمد عادل يحكم مباراه المقاصه والانتاج الحربي، ابراهيم نور الدين يحكم مباراه الاتحاد ويحكم مباراه اللي فاتت الجونه، محمد الحنفي يحكم الجيش والشرطة، يحكم بتروجيت والمقاولين العرب. يعني حتى المباراه الثانيه كان فيها بعض الاخطاء، لكن انا بتكلم يعني ما يعقلش اسئله محتاجه الاجوبه. ليه محمود البنا ما بيحكمش خالص بكفاءته وقدراته في خلال ال 15 مباراه المتتاليه، وليه حكام بتعيد تكرارها في مباراه ثانيه؟ الزمالك عنده مباراه المصري اللي جاي، انا متاكد يا محمد معروف يا محمد الصباح. انا بقول لك يعني انت بتتكلم في حاجه غريبه جدا، اسئله يعني او اجابات بتتكرر كل سنه والناس بتعملها، فهي اسئله مش نقد بس، اسئله. سؤال هام طبعا، يعني نتمنى ان شاء الله يتم الاجابه عليه، وممكن طبعا كابتن شوبير يكون عليه تعليق اخيرا. يا ريت بالاحصائيه والورقه والقلم كده، تمام؟ الزمالك لعب 13 مباراه، اربع حكام لقاءات من ال 13، واحسن حكم في مصر مش بشهادتي ده بقدراته والامكانيات اللي هو جهاد جريشه بيحكم مباراه واحده تكون طرفها النجوم، مش مباراه مثلا يعني الاسماعيلي المصري المقاولين مثلا. طبعا مع احترامي الكامل للنجوم، حتى المباراه دي كسب النجوم، لكن انا بتكلم هل يعقل برضه محمود البنا ما يحكمش ولا لقاء ابدا؟ اسئله محتاجه الاجوبه مدعمه بحقائق وارقام عرضناها لحضراتكم على الشاشه، كلكم شفتوها. ايه الغلط؟ هل الكابتن عصام عبد الفتاح في اليمين اللي حلفه اللي سيف زاهر مستعد يستقيل على الهوا لو ثبت ان الكلام ده ما فيهوش غلط؟ لو في غلط يقول لنا هو الغلط فين؟ ده عامله ده حدوته دي فزوره، طلع لنا الغلط فين في اسئله محتاجه الاجوبه. والراجل اتكلم قال لك انا مش بقول نقد عشان ما يقولكش بنقد، انا بقول اسئله محتاجه الاجوبه. هل جهاد جريشة مش حكم مصر الأول؟ هل البنا مش واحد من الحكام المميزين عندنا؟ في خلاف على كده؟ هل الاتنين دول مش ممنوعين من تحكيم الزمالك؟ طب ما بيحكموش ليه؟ بقية الحكام الأربعة المبشرين دايما بالاختيار والرضا والقبول ليه؟ ولما أقول أصل جهاد جريشة غلط غلطة في حق المقاصة الموسم اللي قبل اللي فات فتم منعه، طب والحكام اللي غلطوا لصالح الزمالك موقفهم ايه؟ بيتكرروا ليه؟ مش ده السؤال للعدل برضه؟ انت عندك حكم اخطأ برغم انه حكم مصر الاول واحد حكام المونديال، لكن انت شايف ان الخطأ اللي حصل منه من الموسم اللي قبل اللي فات يستدعي ابعاده. طب واللي بيغلطوا لصالح الزمالك بيتكرروا ليه؟ مش في حقوق للانديه التانيه المتنافسه؟ أو اللي بيغلطوا يا سيدي مع الأهلي أو ضد الأهلي، عشان مسألة فيها موضوعية شوية، مش التكرار ده حاصل للجميع؟ اشمعنى كده؟ وفين الخطأ في كلام سيد عبد الحفيظ؟ ده السؤال الكبير. لكن على ذكر بقى تونس وإجادة حكامنا في تونس، أحمد حسام ميدو نفسه كان علق على ليه حكامنا بيجيدوا في تونس؟ فقال ميدو في تويتر له: حكامنا يؤدوا بشكل أفضل في الدوري التونسي، وهذا أكبر دليل على أنهم يتأثروا في الدوري المصري بالضغوط الذين أو التي يتعرضون لها من خلال تهديدات وانتقاد مسؤولين الأندية لهم بعد المباريات بسبب عدم تفعيل لجنة القيم والمبادئ التي لها الحق في معاقبة أي شخص في أي ناد خارج اللاعبين والجهاز الفني.
خارج اللاعبين والجهاز الفني لا تحاكم سيد عبد الحفيظ يقول لنا ما حاسبتش رئيس نادي الزمالك قبل كده ليه؟ ولا السؤال صعب؟ هو صعب شوية، يمكن أصعب من سؤال سيد عبد الحفيظ عن جهاد جريشة والبنا. مش دي لجنة فيها ناس أفاضل المفترض تحاسب الكل؟ ولا تغض الطرف عن ناس وتبلع لهم الزلط وتنتظر الكلمة؟ التهديد الأهلي ما بيهددش، لكن ليه بيحصل تهديد على الحكام لدرجة تصل إلى الانسحابات وتكون النتيجة أن أنت تكسب ثمن التهديد؟ ده مش اعترافنا ولا كلامنا، ده اعتراف الأستاذ أحمد مرتضى منصور في إذاعة الشباب الرياضي. خلينا نتكلم ان في مشكله تحكيميه كبيره في مصر. لما يكون لاعب يمسك كوره بايده بشكل زي ما يكون جون، وعلى فكره انا كنت جون كمان، بالشكل ده الحكم كان يشوفها. لما يبقى في ضربات جزاء معاكسه وما تتحسبش دي وما تتحسبش دي، اكيد لازم يبقى في وقفه مع التحكيم. مقابل ده احنا بناخد كميه مكاسب لن يتخيلها اي حد. في هذا السؤال قال احمد مرتضى منصور في الجزء اللي قبل ده على طول انه ما انت ما تعرفش، كان بيجاوب للكابتن وليد صلاح الدين وموجود على السوشيال ميديا، انا شفتها بيجاوب بيرد الوليد على ليه الزمالك بيهدد، قال له ما انت ما تعرفش ان كل تهديد لينا احنا بنكسب من وراه قد ايه. الفكره كبيره قوي، ده اتكلم على مشاريع في وزاره الشباب والرياضه بناخدها من مكاسب كطرديات نتيجه هذا الاعتراض على التحكيم كده. ده مش غلط يا كابتن عصام، وبإذن الله هيجيبوها لك برضه لان هي ده موجودة. مش غلط موجوده يعني. لكن انت كنت طلبت حاجه فيما يخص الكابتن ثروت سويلة من المدير التنفيذي للاتحاد الكوره، هو بيجاوب على الاسئله دي كلها اصلا لما قال هو ليه حكام مصريين مش اجانب لكاس مصر. ايوه بالظبط، مش مرتضى منصور برضو حريص جدا نادي الزمالك باللي بيتقابل نادي الزمالك بالمشاكل الكتيره اللي قابلت المستشار مرتضى خلال الفتره اللي فاتت دي، حابب جدا ان هو ياخد بطوله، فبرضو بيقول انا عاوز حكام مصريين. واضح جدا قال له كان حريص جدا انه ياخد بطوله، فعشان كده عايزين نجيب حكام مصريين. في الدنيا كده نبي يا كابتن عصام الكلمه دي، والنبي ما تعيدوها لنا تاني، والنبي عشان خاطري هعيدها تاني، عيدوها لنا تاني لو سمحت. صعبه ولا ايه؟ ايوه بالظبط، مش مرتضى منصور برضو حريص جدا نادي الزمالك باللي بيتقابل نادي الزمالك بالمشاكل الكتيره اللي قابلت المستشار مرتضى خلال الفتره اللي فاتت دي، حابب جدا ان هو ياخد بطوله، فبرضو بيقول انا عاوز حكام مصريين. فاتحاد الكورة جاب له حكام مصريين عشان ياخد بطولة، ما دي بقيت الجملة. كابتن عصام عبد الفتاح مبسوط. فدي مش هو ده المنطق؟ في يعني في إجابة تكمل السطر غير كده؟ إيه الطعامة دي؟ إيه يا إخوانا إحنا فين؟ ولا أحد وبعدين إنما حكم عراقي لا. لا حكم عراقي حلال وبطولات حرام يا إبراهيم. ما يحصلش. دول من نشامة. انت قلت التنمر انا والله ما كنتش عارف انا قلت ايه. الموضه اليومين دول التنمر، والتنمر حسب في معارف علم الاجتماع تتنمر بحاجه او تتنمر بحد يعني تستاوى او تستضعفه او تاذيه بدنيا او سلوكيا، واخد بالك؟ اللي هي ايه؟ الفتوانه على الغلبان. وواضح انه حتى الفعل من المصدر التنمر تعمل نمر عليه، يعني ان انت هتعمل تايجر على حد، واخد بالك؟ فاللي حاصل من سياق حملات مكافحه التنمر والجهود العالميه، وكان في مؤتمر على فكره حمله في النادي الاهلي شارك فيها الدكتور اشرف صبحي مع مجلس اداره النادي الاهلي في سباق للدرجات، ودعوه ضد التنمر، ضد ان حد يستقوى على حد، وضد ان جامد قوي او قوي فيستضعف واحد او يستغلب واحد، يعني بلاش اللي يفرض عضلاته يفردها على حد. لا هي كمان هو سؤال في سياق انك ايه اللي خلاه واخد هذا الموقف، ها؟ من حتى لو قلنا ما فيش استضعاف حد لحد، ده هو اسئله
يعني كابتن سيد سأل أسئلة، حقيقة الأمر مش لهدده، ده بالعكس هو اللي تلقى التهديد. يعني كابتن سيد هو اللي قال له هنشوف بقى وهتحاسب ازاي يعني. انما كابتن سيد ما هددش، كابتن سيد سأل أسئلة. اذا كان الأسئلة دي من كتر خطورة الإجابة عليها تنمر محرجة قوي تنمر فلتكن. طيب الجدل ده دفع صديقنا العزيز الأستاذ دندراوي الهواري رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع انه يكتب النهارده مقالة مهمة، وهو راجل كاتب ما هوش رياضي لكن كاتب تنمر سيد عبد الحفيظ ضد رئيس لجنة الحكام ضرورة قصوى في دعوة للتنمر. بيقول دندراوي الهواري احقاقا للحق ما يحدث على الساحة الكروية امر بعيد كل البعد عن المنطق والاحترافية وتقدير المسؤولية، وهناك تنمر كبير من البعض وتدشين سياسة الصوت العالي وإرهاب الخصوم لتقنين أوضاع يقابله ترهل وضعف رهيب من المعنيين وعدم تفعيل للوائح والقوانين وإعلاء لشأن الجلسات العرفية والطردية، وهو أمر يزيد من تأجيج الأوضاع، خاصة أن أحد أبرز عناصر معادلة الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص هي الجماهير بمختلف انتماءاتها وثقافاتها، وهنا الخطر الحقيقي. وبيقول دندراوي الهواري في اليوم السابع: وتقدم الأمم قائم على تطبيق القوانين واللوائح بقوة وعدالة مطلقة ضد الجميع، لا فرق بين غفير أو وزير ولا غني أو فقير أو ناد كبير أو مركز شباب، الجميع أمام القانون سواء. والخوف والارتعاش وتنحية اللوائح والقوانين أمراض خطيرة تأثيراتها السلبية كارثية. وعندما تساءل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عقب مباراة فريقه أمام بتروجيت مساء أمس الأول عن السر وراء عدم إسناد مهام تحكيم مباريات الزمالك لحكمين رائعين هما محمود البنا وجهاد جريشة، تنمر عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام واعتبر هذه الأسئلة من المنكرات والخوض في الذات العليا لسيادته، ولا يجب على سيد عبد الحفيظ أن يطرح مثل هذه الأسئلة مهددا بالويل والثبور وعظائم الأمور لكل من تسول نفسه الاقتراب من الحكام. لا، أو محاولة استجلاء الحقيقة بالضبط. وبيقول دندراوي الهواري: وهو أمر مثير للدهشة في ظل أندية تخرج تهاجم الحكام على الهواء وتطلب حكاما أجانب، خاصة حكاما تونسيين أو خاصة حكام تونسيين، ولا نفهم سر الحكام التونسيين لإدارة مباريات فريق بعينه في الدوري المصري، وهل أصبحت الاستعانة بحكام من تونس شقيقة فقط لإدارة مباريات فريق بعينه فقط؟ ولماذا لا نجد رئيس لجنة الحكام المصريين عصام عبد الفتاح يرتدي عباءة التايجر ويتنمر ضد هذه التصريحات؟ ويقول في اليوم السابع دندراوي الهواري: وهل عصام عبد الفتاح فوق النقد ومحصن حصانة الزعماء الدكتاتوريين في العالم الثالث ضد تلقي الأسئلة والاستفسارات؟ ولماذا كل هذا الغضب والسخط والتكبر والغرور ضد مدير الكرة بالنادي الأهلي؟ وهل دائما المحترمون الذين يرفعون شعارات المبادئ والقيم الأخلاقية ده مربط الفرس بقى واحترام العمل المؤسسي يتعرضون للظلم، بينما الجميع يخشى ويحابي ويجامل أصحاب الصوت العالي وتوزيع الاتهامات يمينا ويسارا؟ تنمر عصام عبد الفتاح ضد سيد عبد الحفيظ وكأنه يريد أن يذبح له القطة، غير مبرر على الإطلاق، خاصة وأن رئيس لجنة الحكام مسؤول، ومن ثم من حق أي إداري في أي ناد أن يطرح الأسئلة المغلفة بالاحترام له للبحث عن إجابات واضحة وجلية، وأن رئيس لجنة الحكام عليه أن يجيب عن الأسئلة ولا ينزعج أو يتنمر أو يضع نفسه فوق مستوى النقد والمساءلة. وإذا أسس عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام لنفسه صومعة باردة محصنة ضد النقد وضد تلقي الأسئلة، فيجب أن تكون هذه التحصينات أمام جميع مسؤولي الأندية دون استثناء، وليس ضد الأندية التي تحكمها مبادئ وقيم وملتزمة باللوائح والقوانين فقط، بينما تنتهك هذه الحصانة أمام قلة تمتلك الصوت العالي والقدرة على توجيه سيلا من التهديد والوعيد. يختتم دندراوي الهواري رئيس التحرير اليوم السابع: والحق أحق أن يتبع أن رئيس لجنة الحكام ومنذ توليه المسؤولية والتحكيم المصري على المحك ويلقى انتقادات جارفة من كل حدب وصوب،
وأصبح أداء الحكام يكتنفها الكثير من اللغط وعلامات الاستفهام. والسر وراء إسناد مهام التحكيم لحكام بعينهم لأندية مخصوص، وأن استبعاد حكام من التحكيم لهذه المباريات ظلم واضح وعلني. وبيضيف سيد عبد الحفيظ تنمر، وعندما وجد الساحة كلها سيطر عليها النمرة، وأن انتزاع الحق بالصوت العالي وبالتهديد والوعيد وتجييش اللجان الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، فكان على إدارة الأهلي إدراك حقيقة أن الالتزام والصمت المفرط أمام ما يحدث كارثة، وأظهرها في هذا الموقف وتسبب في انقلاب البعض. فما كان من سيد عبد الحفيظ إلا أن يقود خطة التنمر بشكل محترم ومقنن، وألا يترك مصلحة النادي الأكبر والأشهر والأكثر شعبية تتعرض للانتهاك هكذا. النادي الأهلي نادي القيم والمبادئ ومؤسسة تربوية كبرى وقوة ناعمة لمصر في المحافل القارية والدولية، يجب المحافظة عليها مثلها مثل باقي الأندية الوطنية. ولن ينصلح حال الرياضة في مصر إلا بتطبيق اللوائح والقوانين ضد الجميع على حد سواء، واستبعاد الطردية والجلسات العرفية وشراء الخواطر، كما أن ازدهار الرياضة المصرية أو الكرة المصرية عندما تتألق الأندية الشعبية الأهلي والإسماعيلي والمصر والاتحاد لما تمثله من عمود فقري للمنتخبات الوطنية. ويختتم دندراوي الهواري مقالته في اليوم السابع: يا كابتن عصام عفتاح، لا تتنمر ضد الأندية التي تعلي من القيم والمبادئ والاحترام وتتحول إلى نعامة ضد الأندية الزاعقة والمهددة بالويل والثبور وعظائم الأمور. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. بص يا استاذ رحيم، ما انا قلت لك الاهلي يبتز بمبادئه. كل ما تتكلم لا انت كتبت منشط ها قبل الاهلي والزمالك، الاهلي ما يرضاش بكده، وفعلا الاهلي ما رضيش بكده وطلع بيان ان يعني ما كانش في داعي يكتب هذا الامر. كانت النتيجه ان التحكيم كان مهزله في هذه المباراه، وكانه اخذ صك أن يفعل ما يريد الأهلي، ما رفض إن فكرة الاعتراض على الحكم. فكرة إنك أنت بتبتزني بمبادئي، أنا هظل على مبادئي، لكن أيضا هظل على قوتي من خلال مبادئي للدفاع عن حقوقي وإظهار الخطأ. مس قولا واحدا، ما حدش هيفصل في الكلام ده بعد كده. هو إيه دخل المبادئ والقيم؟ لما كابتن سيد عبد الحفيظ اتكلم كابتن عصام عبد الفتاح قال له دي مبادئ وتقاليد الاهلي ما تسمحش بكده. ايه بقى اللي هي ايه؟ اللي هي ايه؟ انك تسال. ان انا اسال؟ هي ما تسمحش ان انا اغلط، ما تحرجنيش سيد، ما غلطش. لا هو ما تحرجنيش يعني. على فكره كان من الممكن ان الموقف ده يعدي ولا يلتفت احد الى ما قاله الكابتن سيد لولا الرد، لولا تدخل كالعاده، تدخل كمان بانفعال، بانفعال يثير الجدل ودائما يخرج منه خاسرا. وقلت له يا كابتن عصام ليه بتطلع؟ ما انتش ملزم تطلع تتكلم على كل واحد بيتكلم، مش مطلوب منك تطلع تدافع، انت ما بتدافعش، انت حقيقه الامر بتحرج حكامك اكتر، لان دائما لا يوجد منطق في دفاعك. انت طلعت عقب ماتش الاهلي والزمالك ها اشدت بالحكم، وقلت لو الحكم ده ما قدرش المباراه بحكمة لطرد خمسة من هنا وخمسة من هنا، يعني حكم شاف 10 حالات طرد في مباراة ما احتسبهاش يتم الإشادة بيه، يعني أني حد أني منطق في هذا؟ ده حكم خاف يطرد حد، مش حكمة وبر أمان. ده هو من الأول أنت كان ينبغي أنك أنت ما تطلعش تدافع عنه، أو تطلع تقول كان ينبغي أن يقوم بطرد فلان وفلان 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 كده لو انت عايز تحكيمك يبقى قوي ولو عايز تدافع عنه، انما تروح تدافع عنه وهو في اضعف حالاته في مواقف انت اللي حطيته فيها عشان ما تجيبش او ما تطبقش لائحه او تكسر قرار وزاري بدون قرار وزاري يكسره. قرار وزاري بيقول ماتش الاهلي والزمالك حكام اجانب، انت كسرته ببساطه شديده. وجيت على فاينل الكاس رئيس لجنه الشباب الرياضه طرف المباراة بيقول لك أنا هدفع الفلوس وده حقي، تقول له لا حكام مصريين، ويطلع العميد ثروت سلم يقول لك أصل الزمالك نفسه في بطولة. يا إيه ده؟ يعني طب ونبي نقول إيه؟ طب نرد نقول إيه؟ ما تقولش حاجة
لحظه انت تعاقب في كده. نطلع لفاصل وبعد الفاصل هنشوف الاهلي وبتروجيت لا يعني مش هتجيبوا لنا الرد انما الرد هنشوف بعد الفاصل رد كمان مهم وهنشوف حساب الحكام من قبل خبراء التحكيم واحده واحده السنه دي وعايزين الكابتن عصام عبد الفتاح يرد لنا على الكابتن جمال غندور والكابتن احمد الشناوي واستوديوهات التحليل التحكيمي ونوعده احنا مش هنتدخل خالص وياسر عبد الرؤوف منه ليهم بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد وزي ما قلت لكم قبل الفاصل كل اللي مطلوب من كل اعضاء الساحه الرياضيه الهدوء والالتزام والانضباط وما اعتقدش دي صعبه ابدا لو كلنا التزمنا بهذه الضوابط. الحكام ليهم حق كل المسانده ليهم الحق في الاشاده بيهم زي ما اشاد الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي اشاد بيهم اشاده كامله لكنه تساءل اسئله لماذا سياسه توزيع الحكام بهذا الشكل. لكن كمان السؤال هو لما بيحصل ضغط ويحصل انسحاب ده بيبقى تفكير استراتيجي يحقق من وراه الزمالك اهداف زي ما قال احمد مرتضى منصور ولا لا؟ نشوفه. حاجه من الحاجات اللي بتصعب عليكم المهمه اللي انت بتقولها على طول دايما الاعتراض، يعني الاعتراض على الناحيه التحكيميه، دايما نادي الزمالك على طول بيبقى على طول اول قرار الانسحاب من اي ازمه كرويه. بتشوف دي هل بقت اكثر هدوءا عند المجلس ولا عايزين تعالجوها بشكل مختلف؟ ان الزمالك لما يتظلم في مباراه بتحصل الدنيا بتتقلب ويحصل ان نادي الزمالك بيقرر الانسحاب من الدوري كله. بص يعني هي المفروض ما تتقالش بس انا هقول لك مقابل ده احنا بناخد كميه مكاسب لن يتخيلها اي حد. كويس. يعني دي بتبقى وسيله الضغط او وسيله الضغط على ما اعتقدش في وضوح وصراحه اكتر من كده. قال لك المفروض كلام ما يتقالش. بس احنا مع كل ضغط وكل تهديد سواء على الحكام او غيره ما تتخيلش حجم المكاسب اللي بناخدها قد ايه. انت عارف هو بس عدد بس يمكن احنا يعني عدد المكاسب دي انا سمعت قال لك منشآت وقرارات زي ما احنا عارفين اهو ان الكابتن يعني جهاد ما حسبش ضربة جزاء واضحة فيقعد سنتين ولا ثلاثة فتبعد عني أي حد تايم يعني تبعد عني أي حد وتجيب اللي أنا عايزه. ما هذا التهديد يعني هو واضح على قرارات اتحاد الكورة ولجانه مدى تأثير الكلام ده يعني ولذلك هو يعني هل مطلوب من النادي الأهلي بقى يلجأ إلى مثل هذا الأسلوب الغير مقبول؟ صحيح يعني هذا مرفوض بس اذا كان حقوقي هتروح لان انا راجل ماشي على الكتالوج وعلى الكتاب وعلى الصح والغلط وغيري بيحقق من خلال هذا الصخب باعترافهم وقبل كده امير نفسه قال ان احنا بنوجه الميديا ازاي وسيله اخرى الى الضغط في اتجاه معين. احنا يعني الاهلي واجه بضغوط كتيره جدا بتهدر حقوقه ويجب ان نتنبه الى هذا الامر وكويس ان الكابتن سيد يعني بدا يعني داس على الزرار. مش معقوله يظل الوضع على هذا النحو يعني. مش معقوله يظل الوضع على هذا النحو، ولما نيجي نتكلم على الحكام نتكلم على الحكام واحنا داعمين لمسيره التحكيم. واحنا مساندين للحكام الاوائل الافاضل المميزين عندنا.
لكن أن يهمل ويتجاهل مسؤول لجنة الحكام إسناد مباريات لأفضل حكام مصر يبقى فيه علامة استفهام كبيرة. مش هنجاوب عليها إحنا، هيجاوب عليها نخبة من خبراء استوديوهات التحليل التحكيمية اللي تولوا التعقيب والتحليل والحساب لكل مباريات الزمالك في الدوري السنة دي لقطة بلقطة واحدة بواحدة. الحكام كان دورهم إيه مع الزمالك السنة دي، والأهلي وجماهيره مشغولين ببطولة أفريقيا واللي حصل اللي فيها. زميلنا أحمد قيشو استفزته هذه الأحوال فعمل تجميعة شاملة لكل الأخطاء التحكيمية المؤثرة في مسيرة الزمالك في الدوري السنة دي. وواحد زي البعض اللي طلع قال هو سيد عبد الحفيظ بيتكلم على الزمالك ليه؟ يعني إيه بيتكلم على الزمالك ليه؟ لأنه الزمالك المنافس المباشر للأهلي، لأن في حقوق، أي حق يعطى للأهلي بشكل غير قانوني يضر الزمالك والعكس، وأي حاجة ياخدها الزمالك بشكل غير قانوني اختصارا من حق الأهلي. دي مسألة بديهية جدا، اتنين في سبق ماشيين في تراك كل واحد في اللاين بتاعه، لما تدي ده حاجة منشطة ليه عشان يجري أكتر أنت بتهدر حق ده، ولما تسهل ده بتأذي ده، الاتنين كده. لكنه مفيش حاجة اسمها إنه الزمالك ما اعترضش على الحكم للأهلي أو الأهلي ما اعترضش على الحكم للزمالك. الاعتراض حق طبيعي جدا بشرط الاحترام، بشرط ان يكون اعتراض موثق بتسنده حقيقه موضوعيه واحترام متبادل. هو بس انا لما اقول لك ده ليه قول لي ده ليه وخلاص. انا بس كنت عايز اشير برضو عشان الناس تبقى فاهمه، بنجيب لبعض هعتبرهم زملاء الحقيقه، المعنيين بالبحث في الشأن الكروي خصوصا الاهلاوي والتوثيق، زي احمد اسامه زي قيش وزي كل مره هنلاقي حد كاتب حاجه او عامل حاجه هنقوله بالاسم. انا قلت الاسمين دول بس انا مش بحصر يعني، لان دول يعني بالصدفه احنا لقينا كلام عندهم حطيناه زي ما هو. هل احنا نقدر نعمل الكلام ده؟ نقدر نعمل الكلام ده. طب ليه بنلجا لولادنا دول؟ عشان نشجع ولادنا دول، لان انا بقول لما يبقى عندنا 10 15 واحد أنا عارفهم بالاسم على فكرة، يستطيع أن يوثقوا لتاريخ الأهلي، يوثقوا لكل أوضاعه وكل كلمة هتتقال بعد كده يقولوا لا الرد عليها هو. أنا بشجعهم أنهم يجمعوا هذه المادة عشان هم دول اللي هيكملوا بإذن الله المشوار اللي يعني دول اليقظين. نشوف أحمد قيشو واستعراض لما حصل عليه الزمالك من نقاط في بطولة الدوري السنة دي، لولا الحكام كان هيبقى الوضع عامل ازاي؟ السلام عليكم. في ناس متصوره ان الزمالك بيكسب ومتصدر الدوري عشان هو فريق جامد وما حصلش، لكن الحقيقه غير كده، والحقيقه ان الزمالك متصدر الدوري عشان الحكام معاه. وقبل ما ندخل في التفاصيل، يا ريت لو بتشوف الفيديو ده على فيسبوك، يا ريت تشترك في القناه على اليوتيوب عشان تشوف باقي الحلقات ان شاء الله. مبدئيا الزمالك لعب لغايه دلوقتي 13 ماتش، استفاد بخطا تحكيمي واحد على الاقل في 9 ماتشات. انتوا متخيلين الكلام ده لو كان حصل مع الاهلي كان هيقولوا ايه؟ عموما تعال نشوف الاخطاء دي مع بعض وهنعرض المباريات بالترتيب الفعلي ليها، بمعنى اننا لما نقول الماتش السابع للزمالك يعني نقصد الماتش السابع اللي لعبه الزمالك فعلا، حتى لو كانت مباراه الاسبوع السابع للزمالك اتاجلت. متفقين كده؟ يلا بينا نبدا. في الاسبوع الثاني اللي هو ماتش الزمالك والاتحاد، الزمالك اتحسب له ضربه جزاء غير صحيحه. ركله جزاء احتسبت لصالح الزمالك. طيب فين الخطا؟ انا مش شايف من هنا، ورينا كل الاعداد. ايه يعني حتى لو اللاعب يعني ايه اللي حصل فيه؟ الدفع هيرجعه لورا مش هينزله لقدام. اللاعب احتكاك، حصل احتكاك، الاحتكاك ده يرقى الى المخالفه؟ لا ما فيش مخالفه، يعني ما فيش عندي مخالفه، اذا هنا ركله جزاء غير صحيحه. في الاسبوع الثالث مواجهه الزمالك والمقصه، هدف فوز الزمالك كان من تسلل. في واحد موجود اللي ورا الجول ده حاطط ايده على ظهر الجول. في تاثير ولا ما فيش تاثير على حارس المرمى؟ أثر على حارس المرمى ولا ما أثرش على حارس المرمى؟ طبعا يجب أن يعاقب. ليه؟ يعاقب بالتداخل مع المنافس أهو. ده يعني طب هيعمل إيه حارس المرمى؟ ما هو الراجل مش مديله فرصة حتى إن هو يتحرك. إزاي ما يتحاسبش؟ إذا ده هدف من تسلل. طيب وكمان المقاصة ما تحسبوش ضربة جزاء في الشوط الأولاني، والزمالك ما تحسبوش ضربة جزاء في الشوط الثاني. كان لازم إن الحكم اللي ضاف هنا محمد حسن يبص الحكم هنا، شوف هنا لمس بيد واضحه جدا، دي كانت ركله جزاء طبعا ما كانش فيها كده. وبما ان الزمالك فات 1-0 والنتيجه المفروض تكون 1-1، يبقى نخصم نقطتين من الزمالك.
وفي الاسبوع الخامس مباراه الزمالك وانبي، انبي ما تحسبوش ضربه جزاء ونتيجه 0-0. في الحاله هنا لما نشوفه في الاعاده هنلاقي ان جنش ارتكب مخالفه ضد مهاجم انبي، هتبص للمهاجم بياخد الكره وجنش بعد كده بيخبط رجله او بيركلها، فبالتالي بيقع لاعب انبي ودي ركله جزاء لم تحتسب. وكمان الهدف الثالث للزمالك كان من تسلل. انها ساعات بتبقى فيه العاب صعبه، اه وبنقدر هذا الامر، لكن هو تبقى في تسلل، علينا ان نحترم القانون ونحترم المقدره. العامل البشري هنا صعب، مش هيقدر يجيب الخط ويعمل اللي احنا هنشوفه دلوقتي، لكن موجود. وفي الاسبوع السابع مباراه الزمالك وسموحه، في الماتش ده كان في ثلاث حالات مفيش اي خبير تحكيمي قال عنهم حاجه، لكن تعالوا نشوفهم مع بعض. اول حاله هي لمسه يد على حمد النقاز لكن انا ما فيهاش حاجه. ثاني حاله هي لمسه يد على فرجاني ساسي، واللعبه دي كابتن احمد الشناوي قال ان فعلا لمسه يد فعلا، لكن هو شايف ان الكوره جت من راس اللاعب لايده وبالتالي ما فيهاش ضربه جزاء، لكن في رايي الشخصي الكوره نزلت على ايد اللاعب مباشره وبالتالي هي ضربه جزاء صحيحه. الحاله الثالثه هي لعبه الزمالكاوي بيقولوا ان فيها ضربه جزاء على لاعب سموحه، لكن الكوره اصلا ما لمستش ايده عشان نتكلم هي ضربه جزاء ولا ضربه جزاء. طبعا بس هي ما جاتش فيه على فكره. يعني حتى لو جت المسافه بقت يعني بقول لحضرتك هي يعني حتى لو جت ما فيش اصلا يا كابتن المسافه طبعا بيبقى صعب طبعا. وبما ان المباراه دي خلصت 1-1 فاذا حسام ضربه جزاء واحده على الاقل لصالح سموحه يبقى نخصم كمان نقطه من الزمالك. وفي الاسبوع اللي بعده على طول اللي هو الاسبوع الثامن في مباراه الزمالك والمقاولين كان فيها حالتين يفضحوا الانحياز التام من التحكيم للزمالك. الحاله الاولى هي ضربه جزاء اتحسبت للزمالك رغم ان اللاعبين لازقين في بعض حرفيا. كرة جت في ايده دي كرة فجائيه ما يلحقش يشيلها لسبب بسيط هو مش متوقع. علاوه بقى علاوه الكره جايه الكره جايه في اتجاه ايده. خلي بالك من الكلمه اللي بقولها يا كابتن سيد، الكوره جايه في اتجاه ايده، في فرق ايديا انا تروح للكوره يبقى ده كده تعمد. لو الكوره جت في ايديا ومسافه قليله ما فيهاش اي نوع من انواع التعمد ولا تسمح لي ولا تسعفني اني اقدر اشيل ايديا. فانا وجهه نظري انا طبعا اللعبه دي بلاي اون، فالتحكيم هنا شايف ان المسافه دي كافيه لاحتساب ضربه الجزاء، لكن نفس التحكيم المصري كان شايف ان المسافه في ماتش سموحه غير كافيه لاحتساب ضربه الجزاء. وبعدين هنروح بعيد ليه؟ ما في نفس الماتش ونفس الحكم ما حسبش اللعبه دي ضربه الجزاء. يا سيدي الفاضل اللي يحسب اللي هناك الاولاني ركله جزاء لازم يحسب دي ركله جزاء بالتاكيد، لان الحقيقه اللعبه دي اوضح واكثر كل المعطيات اللي فيها انها المسافه ورؤيه الكوره من اللاعب وقدره اللاعب على ان هو يبعد ايده ولا لا. اذا كانت الاولانيه ركله جزاء فدي لازم تكون ركله جزاء ونص، وبالتالي هنوصل نقطتين كمان من الزمالك. في الاسبوع التاسع مباراه الزمالك ودجله، دجله كان ضربه جزاء. شوفوها دلوقتي انا عامل بوز، مين راح يلعب الكره جاي على صدر مين هنا؟ مين اللي اعاق تقدم اللاعب اللي نجح في لعب الكره؟ يبقى اذا دي ركله جزاء. لكن في حاله مفيش اي خبير تحكيم بيتكلم عليها وهي ان هدف الزمالك الثاني غير شرعي. ازاي بقى؟ اقول لك. خد بالك ان مدافع دجله هو اللي طلع الكوره وبعد كده كاسونجو عاقب رجله، وبالتالي المفروض الحكم يصفر هنا فاول لصالح دجله ويوقف الهجمه. هتقول لي بس كاسونجو ما قصدش، هقول لك فعلا بس كلام مؤمن زكريا ما كانش يقصد لما وقع هنا وحسب ضربه جزاء صحيحه للزمالك. فنقطه يقصد ما قصدش دي ما تغيرش من حقيقه ان طالما في خطا يبقى لازم اللاعب يتعاقب عليه. وبين الزمالك فاز 4-2 منهم هدف غير صحيح ودجله له ضربه جزاء يبقى هيحصل كمان نقطتين من الزمالك. وفي الاسبوع العاشر الزمالك وحرس الحدود 2-1، الزمالك سجل من ضربه جزاء غير صحيحه. حضرتك شايف انه مفيش لا مفيش ركله جزاء، لا يوجد ركله جزاء. انا بالتالي هنحصل كمان نقطتين من الزمالك. وفي الاسبوع 11 الزمالك والانتاج 2-1 للزمالك، الانتاج هنا تحسبه ضربه جزاء فعلا لكن الجنيه صدها عن طريق يقدم مترين قبل تنفيذ اللعبه. يعني تقدم صارخ قبل تنفيذ الركله من الحارس الزمالك، كان لازم اعاده هذه الركله لازم انه تقدم بعد، وبالتالي هنوصل كمان نقطتين للزمالك. وفي الاسبوع 12 بين الزمالك والداخليه الزمالك كالعاده فاز بهدف غير شرعي. صبحي رجله اليمين في وش صبحي، اليمين اليمين في وش صبحي يا كابتن، اليمين في وش صبحي، اليمين في وش صبحي دفعها هي. اللعبه دي بالشكل ده هناك مخالفه من محمود علاء عند التحامه على لعب الكره مع الحارس بغض النظر ان الحارس بيلعب بايده او برجله. وبالتالي هنصل كمان نقطتين من الزمالك. الخلاصه ان باراء خبراء التحكيم الزمالك استفاد ب 10 نقاط كامله اهداهم الحكام للزمالك. اما في رايي الشخصي فالزمالك استفاد ب 13 نقطه في 13 مباراه لعبهم حتى الان. فاظن كفايه كده يا حكام وسيبوا الزمالك يعتمد على نفسه. هو كمان اعتقد ده ما علقش على اللقطه العاطفيه والحكم بيطبطب على خدود لاعب الزمالك وبيبوس راسه يعني دي لقطه الحقيقه وحقيقة عليها الانسانيه بتاعت الحكم يعني. طيب اعتقد يا كابتن عصام عبد الفتاح الحساب هنا والكلام مع خبراء التحكيم، عشان كده قيش وما تدخلش، هو الراجل جاب اراء خبراء التحكيم في استوديوهاتهم على كل مباراه حصاد عامل ازاي اللي بيدافعوا عمال على بطاه اللي بيدافعوا عن التحكيم
ثانيا جزئيه طب ما هو الاهلي خد الدوري قبل كده بنفس الحكام. هو كابتن سيد عبد الحفيظ لما انتوا بترد عليه او كابتن حازم امام لما حب يرد قال لسيد عبد الحفيظ ما دول نفس الحكام اللي الاهلي خد بيهم الدوري. هو مين قال لكم ان سيد عبد الحفيظ معترض على الحكام؟ انتوا بتلبسوه تهمه وخلاص. هي الفكره كلها عايزين تمشوا ورا اصابع فتاح انه سيد بيخطا في حق الحكام، في حين انه كابتن سيد عبد الحفيظ بيدافع عن الحكام. ده هو بيسال عن سياسه توزيع التحكيم في المباريات. انت بتوزع الحكام على المباريات بشكل على اي اساس؟ ليه بتحرم افضل اثنين حكام من مباريات فريق بعينه بحجه انه كان ليهم خطا قبل كده؟ طب ودول كل الاخطاء اللي هم اخطاوها في حق او في حقوق بقيه الانديه اللي لعبت الزمالك موقفهم ايه؟ بيتكرروا للزمالك. شايفين المنطق؟ فاتمنى انه نهدى ويبقى في عدل بين الكل. يبقى في عدل بين الكل. حط الحكام الافضل للمباريات الاصعب. خلي مساله ما يعني خليها مسطره واحده. هيغلط مع الاهلي ويغلط مع الزمالك ويغلط مع الاسماعيلي ومع بيراميدز ومع غيره، مفيش اي مشكله. في نفس المباراه المعايير بتختلف، ده ايه ده؟ في مباراه واحده نفس المعايير. شفت الكره اللي اول كره جابها خيشو في مباراه المقصه اللي حتى الكابتن جمال الغندور استغرب، هو ابراهيم نور الدين حسب بنالتي للزمالك على اي اساس؟ قال لك ده الراجل لما ايد المدافع في صدره وقع على وشه. قال لك ده حتى لو فيها زقه المفروض يقع لورا، ازاي ازقك في صدرك فتقع على وشك؟ بالنسبة ده ابراهيم نور الدين اللي ما حسبش ضربه الجزاء ماتش الاتحاد الزمالك والاتحاد، ما حسبش ضربه الجزاء للاهلي في ماتش الانتاج الحربي. ايوه 0-0 بتاعه ازارو، اللقطه الاشهر والاغرب والافدح. هو ده، هي دي الزوجه المختلفه الغريبه العجيبه، ان انت في ماتش تقديراتك كده وفي ماتش تاني تقديراتك مختلفه خالص، وفي الحالتين الراجل الحكم الخامس ده بيبقى فوق اللعبه برضه. حتى في ديت لو بصيت هتلاقي شيء لازم انت تشعر ان المساله مساله فيها نظام عام. اه نظام عام بالظبط. حلو. طيب بعيدا عن كل ده، الاهلي مع بتروجيت في السويس شهدت هذه المباراه ملامح عوده الاهلي، خلينا نقول كده. الاهلي لسه قدامه كتير، المستوى هيعلى بشكل افضل كتير، اللعيبه هتستعيد الثقه المطلوبه بمستوى وبدرجاته ومنسوب احسن. كلما زادت الثقه وكلما الناس هديت كلما ارتفع مستوى الاداء وشكله وتحققت باذن الله النتائج الايجابيه. الاهلي بهدف احمد الشيخ مبكرا فاز بهذه المباراه، والحقيقه المباراه فيها اكتر من نقطه تنم عن عوده، ان هي المساله كلها محتاجه شيء من ازاله التوتر وغبار المرحله اللي فاتت من النواحي النفسيه والمعنويه اكتر منها بدنيا وفنيا. سريعا هقول لكم المردود الصحفي بعد هذه المباراه. الاخبار: الاهلي يعود للانتصارات من بوابه بتروجيت، فاز بهدف الشيخ وترك المركز الاخير، وازمه التيشيرتات تؤخر ضربه البدايه. الاهرام قالت الاهلي يتحرر من هزائمه وينهي المباريات. يعني مثلا ازمه التيشيرتات دي يا استاذ ابراهيم، ولا احد يتوقف. يعني انا راجل عندي لونين اصلي واحتياطي، يروح المنافس اللي هو المضيف اللي انا رايح له. المضيف. ايوه اسمه المضيف. المضيف. ايوه. المضيف. يلبس لي اللونين الاصلي والاحتياطي. ايوه. طب انا اعمل ايه على راي كابتن يعني؟ نلعب مالطرة. انا هشيل التيشيرت والعب بالفانيلا الداخليه. وبعدين الحقيقه اللونين مش متداخلين قوي مع اللون الاحمر يعني. صحيح. يعني هو كان تعطيل للماتش بلا مبرر. الحاج عامر حسين معلق على هذه الازمه. الاهرام قالت الاهلي يتحرر من هزائمه وينهي المباريات العجاف بانتصار صعب على بتروجيت. الفوز تحقق بعد غياب 99 يوما بهدف الشيخ وبعد ازمه بدون لازمه اخرت انطلاق المباراه. الأخبار المسائية: الأهلي يستعيد الانتصارات، الشيخ يقود الأحمر لفوز مهم على بتروجيت في الدوري. المساء: الأهلي ذاق طعم الفوز، فاز على بتروجيت بهدف نظيف بعد مباراة قوية. أخبار الرياضة: أخيرا انتصار أهلاوي بعد 99 يوما. موقع يلا كورة: الأهلي يحقق انتصارا هاما على بتروجيت بعد 99 يوما من لا فوز في الدوري. وموقع في الجول: الاهلي يتنفس الصعداء ويصرخ في وجه بتروجيت محققا اول فوز في الدوري
منذ 3 أشهر. في استوديوهات التحليل الكل أشاد بملامح العودة لفريق النادي الأهلي، والبداية حتما بالقيمة الكبيرة الشيخ طه إسماعيل. مكاسب النادي الأهلي النهاردة من وجهة نظر حضرتك بعد هذا الفوز؟ ده هو المكسب الأول والرئيسي، هو اكتساب الثقة من جديد. النادي الأهلي عنده لعيبة والنهاردة عنده فرص. يعني لو شفنا الشوط الثاني، نعم، بتروجيت رغم استحواذه ما عندوش غير فرصة واحدة اللي شاطها بجوارد آخر بجوارد القائم السباعي، نعم. لكن النادي الأهلي كام فرصة؟ أيمن أشرف عملها بالعرض، لو شاطها لو عملها بالعرض جول 100%. وبعد كده أزارو جات له جول مفتوح وعملها فوق على، نعم. وبعدين برضه جات لنصر ماهر برضه وعملها ضعيفة جدا، لأن يعني في 3 فرص للنادي الأهلي أكيدة في الشوط الثاني رغم استحواذ. لكن النادي الأهلي نجح ان يلعب صح في هذه المباراه، وهو ان يلعب كومباكت ويدافع. مش عيب عليا ان انا دافع والكره، نعم، مع الفريق الثاني بيمسك ويستحوذ وينقل من يمين والشمال. لكن النادي الاهلي ما كانش بتروجيت لفرص مطلقه. فانا شايف ان ده الحاجه الايجابيه، النادي الاهلي لعب بالاسلوب الامثل الصح اللي ينافي يعني يناسب الوضع الحالي. الوضع الحالي ما عادش يجي في جويه، مش عايز يجي في جول عشان ما يحصلش اي تاثر نفسي. يعني النهارده برضو النادي الاهلي كسب احمد علاء، نعم، خد ثقه في المباراه ديت، ندفد احسن نجم المباراه، نعم، حلمين دي ثاني مره الماتش وجد نفسه في المركز ده، بيفوت كويس وبيعمل عرضيات ومؤثر. يعني عمل واحده عرضيه لازارو شطه في السماء، لكن الحقيقه لعيب رائع جدا. وليد سليمان يمكن انا قلت برضو في الهاف تايم، يعني كان رايي زي ما حصل التغيير ان هو على الجنب بيقل شويه، ولذلك التغيير اللي حصل بخروج ناصر ماهر ونزول محارب ولعب على الطرف وادى فرصه لوليد يلعب للداخل في بعض الاحيان، كان تغيير موافق وجيد. يعني أزاروا بقى مشكله تضيع الاهداف الحقيقه، يعني هو طبعا هو بتتخلق له الفرص وهو احيانا بيخلق الفرص بسرعته، نعم، لكن المشكله في تضيع الاهداف. يعني اعتقد شوف اللعبه ديت، نعم، مش ممكن مش ممكن صحيح بشكل كويس. هو جاهز نفسه للكره بشكل كويس، جاهز نفسه وظابطها وضامنها بنسبه 1000%. يعني صعب ان انا اشيل كره بالشكل ده. يعني فاللي انا عايز اكلمه على نتكلم على نتفت وادائه في الكباك رايت، حقيقه مكسب كبير جدا. احمد الشيخ ايضا خد ثقه كبيره في هذه المباراه بتسجيل الهدف، وحتى النهارده ميدانيا بيمسك وينقل ويفوت وخد ثقه اكتر. مكسب كبير لان النادي الاهلي الاطراف دي محتاج فيها لعيبه كويسه. نتفت على جنب قدام احمد الشيخ ايضا، فبقى جنبي فيه كويس حتى لما يجي فتحي ممكن يلعب في نص الملعب لو النادي الاهلي احتاجه كلاعب ارتكاز. فانا شايف انه المكاسب كبيره من هذه المباراه بالنسبه للنادي الاهلي. طبعا انا متفق مع الشيخ طه، ولازم اتفق اذا كان هو يتكلم لازم اتفق معاه، لان الحقيقه انت كنت يهمك برضو انك وانت بتكسب تطمئن على بعض العناصر. صحيح. والعناصر دي ما زال لديها القدره على العطاء، ولا يعني خلاص لا ده عندها افضل من هذا كمان. يعني النهارده احمد الشيخ، ناصر ماهر، مؤكد علاء، احمد علاء عامل ماتش كويس، وكل دول لو كانوا خدوا الفرص مكان كتير. هو ما فيش تدعيم ولا في تدعيم، لان دي قوه معطله جوه النادي الاهلي. يعني ينبغي باستمرار ان احنا الاحكام نطلقها مع الناس اللي واخدت فرص كتيره. النهارده كريم نيدفيد انا مبسوط له ليه؟ لانه كان متصورين الناس ان هو بيلعب نتيجه مجامله الاجهزه بس. يعني وكان تملي الكلمه اللي بنسمعها اصله مش متوظف في حتته. هو بيملك قدرات دفاعيه، بيملك قدره هائله على انه يبقى في موقف واحد لواحد انه يعدي، عنده كوره وبيملك قلب. اعتقد ان هو لقى مكان مناسب له، مميزه الحقيقه. عنده كوره وعنده قوه وعنده روح، مكان لقى. وهنا بقى نقول لكل واحد يا جماعه الاهلي عايز الناس اللي عندها قلب مش مهاره بس. طيب واحد من اللي امتعونا بقى كمهاجم فنان وهداف تاريخي كبير في استوديوهات التحليل الحقيقه منطلق ايضا باداء ممتع، الفنان عماد متعب.
كابتن عماد هسالك انت بقى كراس حربه، لانه اكيد كل جماهير النادي الاهلي بتسال عن سر الفرص الضائعه الكثيره جدا من النادي الاهلي وخصوصا من وليد ازار. كابتن طاهر، ان وليد له دور مهم جدا او بيهد في الدفاع وبيتحرك وهو، لكن ظاهره ضياع الفرص السهله من وليد اللي كان هداف الدوري السنه اللي فاتت بتثير علامه استفهام. بالنسبه للفرص، يمكن الفرصه بتاعت وليد النهارده انا حسيته بيطلع غل الفتره اللي فاتت كلها. بص دول 17 نقله، خلي بالك للمره الثانيه ما كانتش بتتكرر. انا كان كابتن وليد صلاح الدين دايما الهدوء الاستعراضي. بص الهدوء بالظبط، بص اللعيبه بتلعب اكنها الاول في الدوري بفرق 15، دي ميزه في الشوط الثاني بالظبط، دي ميزه دي ميزه. بس برضه الحقيقه ناصر ماهر بيمسك كوره حلو، احمد الشيخ عنده لمسه جميله في الكوره، يعني الحته دي برضه يمكن فرقه شويه يا كابتن عماد. اكيد طبعا يا كابتن شوبير، مهم جدا انك اللعيبه اللي عندها امكانيات وعندها مهارات عاليه تقدر تساعدك على الاستحواذ، تقدر تساعدك على انك تحافظ على الكره بشكل جيد. ويمكن كريم ندفد من نجوم اللي هو نجم المباراه النهارده. بص التحرك بتاعه يا كابتن شوبير وعمل الكره لتحت، ووليد في اللحظه دي يعني كان لازم يبقى اهدى من كده. لو لم بطن رجله مش محتاج حازم امام ولا عماد بكر يعني كنتوا بتعذبونا في الحاجات دي بصراحه. مش محتاج ان هو يلعبها بقوه، عايز لمه يقف عليها بالظبط كده. هو لو وقف السد باكين خلاص قرر طلع بره، او لو حرك كمان، او لو حتى بطن رجله مش محتاج بطن رجله، لان ناصر ماهر حط بطن رجله يمكن الجون شالها، فعشان كده فكر انه يا كابتن. هو الفكره كلها احنا يمكن قعدنا نتدرب على الكره دي بشكل فتره طويله جدا، ان الكره وهي جالي من الاتجاه في نفس في زاويتها، في زاويتها صح، هي اسهل بكتير جدا احطها في الحارس، يبقى عارف انها في زاويتها، مش هيلحق لانه رد الفعل هيبقى صعب جدا. فهي محتاجه هدوء يعني، وليد لعبها بعصبيه شويه ولعبها بغل الفتره اللي فاتت، ان النادي الاهلي الظروف الفتره اللي فاتت كانت صعبه. لكن وليد من المهاجمين المميزين زي ما قلت، مهاجم مميز جدا جدا في تحركاته ومجهوده في الملعب داخل الملعب. الفرص لازم اللعيبه تبقى بخيله قوي على الفرص اللي تيجي في الفتره اللي بس حسيت ان في تكتيك، يعني حتى بنعدي 16 نقله 16 نقله، تحضير تحضير تحضير، وبعدين واحده طويله وواحده بالعرض، تحس ان في جمله متمرنين عليها في التدريب. هو ده اللي واضح النهارده، هدوء اللعيبه، وان في جمل زي ما حضرتك بتقول، في جمل واضحه وشكل واضح ان احنا بننقل لحد ما نلاقي فرصه. بس دي بوش رجلي بس هي كده هي لازم تحط كده، لازم تحط نصر. خبير يتحدث عن كرة يعني كان يتعامل معها صحيح، وهو كان منصفا قال احنا كنا بنتمرن على الكرة دي لانها صعبة مش سهلة، هي عايزة بطن الرجل وعايزة توقيت معين، وعايزة الكرة دي مش سهلة لكنها عايزة عناية خاصة لا تستعصي على اصحاب المهارات والهدافين زي الكابتن وليد ازار. ولكن حازم امام يتحدث ايضا عن هذه المباراه. طيب خلينا يا كابتن حازم اوريك اللعبه دي لانها مهمه جدا، وكانت غايبه عن النادي الاهلي من فتره طويله. نشوف التمريرات وصلت في النهايه بايه، نعد كده، دي واحد كنت يا ريت تحط الكاونت على الشاشه كمان لكن مش مشكله، ادي اتنين. وخلي بالك كابتن حازم التمريرات متنوعه يعني ما بين تحت شويه وفي النص وعرضيه، بعض الشيء فيها برضو نوع من انواع المهاره. يعني هل ده بيوصل للثقه، او لعيبه النادي الاهلي بتحاول تدي لنفسها الثقه لانه في ضغط ومع ذلك استلام كويس وتمرير وفك ازمه وزنقه وترجع لشريف وشريف يمرر من اول وجديد؟ يعني هل ده جديد او هل ده مش جديد؟ يعني هل ده عوده الى النادي الاهلي من جديد اللي كان كده انت داخل في 12 تمريره بعدين 13 وحتى بما فيها شبه مراوغه وبعدين في الاخر لو اتعمل بالعرض جون؟ يعني بتحسب دي ازاي؟ من الحاجات الكويسه طبعا من النقط المضيئه اكيد النهارده في النادي الاهلي الهجمه دي. يمكن يعني النهارده الاهلي زي ما حضرتك قلت كابتن طه، من اهم الحاجات انه كسب ثلاث نقاط. نعم حضرتك عندك دايما كلمه ولا اهم ولا اروع ولا احلى، هي ولا اهم النهارده، ولا مفيش اروع واحلى قوي، لكن الاهم هو الثلاث نقاط. وده بان على فكره على اداء الاهلي حتى اخر ثلث ساعه تلاقي تراجع شويه، تحس ان الاهلي هو الان، وده طبيعي في ظل يعني تراجع النتائج. ولكن ده مهم برضو ان انت تبقى عارف قدراتك دلوقتي، يعني ما تبقاش انت شايف نفسك انا الاهلي البطل دوري فافتح الملعب وانا لسه مش عارف الم نفسي زي ما كنت الاول، فماسك نفسي واقف ورا مستني ورا. دي مهمه انك تبقى عارف حالتك الذهنيه والفنيه والبدنيه عامله ازاي وانت بتلعب النهارده. يعني هتلاقي دايما الاستحواذ مع بتوجات والهجمات اللي فيها مش عايزهم مرتده، ولكن بتطلع بواحده وترجع تاني تستنى شويه، تطلع بواحده ترجع تاني تستنى شويه. تنظيم الدفاعي النهارده احسن بكتير من الماتش المقاولين. نعم يعني هي دي ده الفرق بين الماتش ده والماتش اللي فات، ان الماتش اللي فات الاهلي بلعب
ان انا الاهلي الكبير البطل الدوري ففتح الملعب ومش هاممني، فطبعا قدراتي لسه او امكانيات او حالتي البدنيه وبعد الهزيمه مش جايباني قوي زي الاول. لكن النهارده لا، بيطلع بواحده زي دي وبعدين يرجع يستنى خمس ست دقائق، مستني ديفندر، يستنى تحت، يستنى قاعد، وبعدين يطلع بواحده ثانيه. مفيش بقى، مش فاتح الملعب، مش فاتح الاطراف، مش فاتح اللي هو ريتم سريع، لان الضرب ليوسف كويس ان هو لا احنا مش دلوقتي ما نقدرش نعمل كده 90 دقيقه، احنا نرجع نستنى ونطلع. فدي من الحاجات اللي انا بشوف انها مهمه جدا في ظل الوقت اللي الاهلي فيه. فاكرين الفتره اللي فاتت لما كنا بنتكلم على اداء الفريق مع كارتيرون، كنا كلنا متفقين على انه غياب صانع اللعب في نص الملعب مخلي شكل الاداء بتاع الاهلي مختلف، مخلي الاهلي مش محتفظ بالشخصيه الفنيه بتاعته، انه باستمرار معتمد على كور طوليه وغايب صانع اللعب اللي بيقدر يكون اسطى الملعب اللي بيتحكم في حركه الاداء بتاعه الفريق. لكن لما رجع الاهلي للشكل الطبيعي بتاعه، رجع انه يعمل 17 تمريره تنتهي بهجمه خطره كادت تسفر عن هدف لو ايمن اشرف لعبها بالعرض شويه الاثنين داخلين فيها، وكره وليد ازارو ايضا لكريم نيدفيد، دي كره كريم نيدفيد اللي هتنتهي بكريم نيدفيد يلعبها لازارو، برضو هدف كان ممكن يكون فعلا يعزز الفوز. باستمرار ده نتاج اهي، ادي وليد، وبتاعه ايمن اشرف اللي الكابتن شوبير عرضها من شويه لحازم امام نفس الحكايه، الاثنين عبروا عن شخصيه الاهلي وكره الاهلي اللي شغال عليها تقريبا من 2004 2005، السيطره والتمرير والمباغته، غير كده بتبقى شخصيه تانية خالص من الناحيه الفنيه. فاهم ملمح في ملامح عوده الاهلي تدريجيا لمستواه شبه الطبيعي في مباراه بتروجيت هو استعاده ريحه الاهلي، ريحه كره الاهلي اللي كان عليها الفريق من فترات طويله ثبتت شخصيته الفنيه. يا باشمهندس، طالما تحدثت عن الشخصية، التمريرات والسيطرة ده جزء من الشخصية، والتحرك المباشر وغير المباشر بالكرة وبدون كرة هو بيسهل هذه المأمورية. الدكتور طه الكومباكت، الفريق مندمج مع بعضه بالظبط، مش بالوحدة، مش خطوط منفصلة، بيتحرك ككتلة دفاعا وهجوما، ودي بتهيئه يعمل حاجة تانية اللي أنا بقى مقتنع بيها جدا جدا، وأن النادي الأهلي لو استطاع أن يستردها هيسيطر على أي مباراة، وهي الضغط الجماعي والفردي اللي بيعمله النادي الأهلي. لا يمكن هتقدر تعمل ضغط بالمسافات المتباعدة، إنما وإحنا بنعد ال 17 تمريرة دول، الكرة بدايتها إيه؟ ضغط أدى إلى قطع الكرة ثم تمريرها. هو ده التمرير والاستحواذ والتحرك بكرة وبدون كرة، والهدوء، الهدوء لآخر دقيقة في المباراة، انك تظل على هذا التصور والفكر والأداء، هو ده النادي الأهلي. اللي أفقد الفريق الثقة، الحملات العنيفة اللي البعض دبرها للأهلي، انتوا شفتوا اللي كشفنا عنه الحلقة الماضية من حملات مدبرة، وشفت الرسائل اللي متبادلة بين الناس قد إيه، نستنى، كان قبل ماتش المقاولين بثلاث ايام، نستنى اول مره هيقعوا فيها هننزل نشتغل، وقد كان كل ده. كان اهم هدف كان عندهم افقاد اللعيبه دي ثقتها، انه يدفع الناس تتريق على اللعيبه، يدفع الناس تهاجم، يدفع الناس تشتم، يدفع الناس تتجاوز، تهز الارض من تحت الكل عشان تبدا تفقد. انتوا متخيلين انه حمله الغضب العنيفه لو كانت الفريق مثلا خسر جهود استمرار لاعب بكفاءه كريم نيدفيد بفعل هذه الضغوط، متخيلين كفاءته ودوره واهميته بمجرد ما خد الثقه وخد الفرصه بدا يظهر. احمد الشيخ يستمر على نفس الحكايه، نتمنى. دي كره ايمن اشرف، شوارب بيبداها من البدايه عشان الامر مش اعتباطي، لا، هذا فريق يستعيد شخصيته وبقوة وبسرعة، مزيد من الدعم ومزيد من المساندة ومزيد من الثقة معناها مزيد من الخطورة ومزيد من عودة شخصية الأهلي للملعب إن شاء الله. فلازم الكل يساند والكل يساعد على كده، إنه يقدر فعلا كل لاعب يطلع أفضل ما عنده. لعيبة كتيرة في الملعب للأسف ما كانتش خدت الفرص إن تعبر عن قيمتها وكفاءتها بالشكل، ولا زال في ناس بره
هتاخد فرص ان شاء الله وتعبر اهي ايمن اشرف لبره. ادي الاثنين الشيخ ونصر ماهر كان الاثنين يكون عندهم فرصه هدف لو كانت الكره اتعرضت شويه، لكن دي برضو هجمه ازارو هتسفر عن الهجمه الخطره بعد 17 تمريره متبادله بين اللعيبه. ادي التحرك في كتله واحده زي ما المهندس عدلي والدكتور طه لاحظوا باستمرار. هو ده شكلك وهي دي قوتك وهي دي خطورتك. البعض يقول لك ما هو الماتش 1-0 بس. ايوه ما هو وليد ازارو كان ممكن يبقى جون، وناصر ماهر في الشوط الاولاني كان ممكن يبقى جون. يعني مش ما تبقاش دي نقطه نقد يعني. ان كان عندك فرص حقيقيه وصنعت مواقف هجوميه خلقت فرص حقيقيه اهي. شيء من التوفيق كان ممكن يبقى الجون الثاني وقبل يعني منه نصر ماهر في الشوط الاول. ببطن الرجل في الزاويه تحت وزي ما قال عماد لو داس عليها رقصوا الكل شو فيها. كل يوم اثنين في حلقه ملك وكتابه هيكون معادنا مع نجم يكون هو نجم الاثنين. نجم الاثنين بمعنى ان نجم المنتخب الوطني ونجم النادي الاهلي، ويكون له عطاء يستحق ان احنا نقف عنده ونقدمه للجمهور. يعني الاثنين يعني نجم الاثنين اليوم ويوم الاثنين ويوم وايضا النجم للمنتخب وللنادي الاهلي. نجم الاثنين بيتواكب الان الاحتفال بعيد ميلاده هذا الاسبوع، الحاوي وليد سليمان. يا سلام وليد سليمان نجم الاثنين وان لم يختره اجري. اغنيه للحاوي. وخلاه يلعب باسم بلادنا.
طب كمل كمل. لا خلاص كمل بقى. لا كنت مدندن انت ومبسوط من الكلمات. مبسوط من اصلا الحقيقه. اي انسان مخلص واي انسان يستحق ايوه ان احنا نقف ونشيد ونحتفي ونقدره ونثمن مواقفه. يعني الوليد سليمان في الفترة الأخيرة قدم أكثر من تميز أخلاقي وسلوكي وانتمائي ومهاري وكل حاجة. صحيح. رائع وليد سليمان، كل سنة وانت طيب يا حاوي. مين بقى وليد سليمان؟ وليد سليمان سعيد عبيد. وليد سليمان سعيد عبيد اتولد في بني مزار في المنيا في الأول من ديسمبر 84، يعني 34 سنة دلوقتي. طوله 176 سنتيمتر ووزنه 70 كيلو. متجوز وعنده سليم وبيرتدي رقم 11. الأندية اللي مر عليها، لأنه الحياة بداية حياته بداية فيها معنى برضو، المثابرة والإخلاص والإصرار. وليد كان في نادي حرس الحدود تحت السن، لما جه يتصعد فوق السن ما تسجلش. ودي المدربين اللي ممكن يستغنوا عن مواهب عالية جدا بتسرع أو مش شايفينه كويس أو استعجال، كل ده وارد. فينتقل مجانا إلى الجونة في الدرجة الثانية يلعب في الجونة، وينتقل منها البتروجيت يلعب في الدرجة الثانية، يساهم معاهم في الصعود للدوري الممتاز ويعيروه لأهلي جدة، ويرجع عايز يجي النادي الأهلي. تحول إرادة وزير البترول وقتها المهندس سامح فهمي، يتمسك بنقله الانبي حتى بعد ما جاله انهيار عصبي. هم لما كان في الجونة هو وقع لانبي، وقع لبتروجيت، وقع للأهلي. واتعملت مشكلة خفيفة كده، وطبعا وتصورنا انها قد يحفظ للأهلي ان هو يعني لم يتشدد في حل هذه الأزمة. لما يلعب 4 سنين ولا 5 سنين لبتروجيت والأهلي يعوزه، تصورنا الحقيقة إن هو كان هيجد الترحيب إنه يجي، لكن ما جاش، وعي وراح المستشفى، جاله انهيار عصبي، وبعدين اتاخد من المستشفى في الفجر عشان يمضي في إمبي. قال يعني غير، أنت عايز تسيب بتروجيت روح إمبي. بلاها نادي ياخد سوسو. بعد كده اشتريناه من إمبي بقى بالمبلغ اللي هو كان وقتها كان أكبر مبلغ، يعني استحق 8 مليون. 8 مليون. ما كانش محظوظ مع المنتخب، لعب 10 مباريات ودية، 5 في دورة حوض النيل عام 2011، مباراتين في الألعاب العربية 2007 أمام السودان والسعودية، مباراتين في أمم أفريقيا أمام النيجر وسيراليون. مع الأهلي لعب في الدوري حتى الآن 120 مباراة، في كاس مصر لعب 14 مباراة، في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية عنده 66 مباراة، في بطولة زايد العربية لعب مباراتين. مع الأهلي سجل وليد سليمان 53 هدف، منهم 32 في الدوري و3 في الكاس و16 في أفريقيا و2 في بطولة الأندية العربية. وهذا التقرير الصوتي يجمع بعض مسيرة الحاوي. هدف تاني يا ولد يا ولد يا ولد يا وليد يا سليمان. خاتم سليمان الحاوي، الجوهرة السمراء، ألقاب استحقها نجم مصر والأهلي الفذ وليد سليمان سعيد عبيد، الشهير باسم وليد سليمان، الذي ارتبط اسمه في ملاعب كرة القدم بالأخلاق الحميدة، المهارة العالية، الجهد الوافر، الأداء الفعال. وكذلك ارتبط اسمه في أذهان جماهير الأهلي بكل معاني الوفاء والإخلاص والعشق للفانلة الحمراء، فاستحق التربع بجدارة على عروش قلوبهم. ولد وليد سليمان في بني مزار بمحافظة المنيا في الأول من ديسمبر عام 1984، ليبدأ مسيرته الكروية بمركز شباب بني مزار في نادي حرس الحدود، ثم إلى الجونة موسم 2005-2006، حتى ضمه مختار مختار إلى بتروجيت،
يناير 2009 خرج وليد سليمان معارا إلى أهلي جدة السعودي لمدة 6 أشهر، عاد بعدها مجددا إلى بتروجيت لمدة قدم خلاله أداء رائعا دفع جميع الأندية المصرية للتهافت عليه لينتقل إلى إمبي في صيف 2010 على عكس رغبته المعلنة باللعب للأهلي، كعادة الأهلي في التمسك بتلابيب الفرسان حين تلتقي رغبة الطرفان. وبعد مفاوضات طويلة انتقل وليد سليمان إلى الأهلي موسم 2010-2011 ليحلق بأحلامه في سماء المجد وكتابة التاريخ، محققا مع الأهلي في فترة قصيرة 16 بطولة تمثلت في الفوز ببطولة الدوري العام 5 مرات، كأس مصر مرة واحدة، كأس السوبر المحلي 5 مرات، دوري الأبطال الإفريقي 2، كأس الكونفدرالية 1، كأس السوبر الإفريقي 2، بالإضافة إلى المشاركة في كأس العالم للأندية 2، محققا بذلك مجدا يستحقه الفتى الذهبي وليد سليمان. أهلي من البطولات ما لم يتحقق لأندية عريقة طوال تاريخها، وتستمر مسيرة نجم يمثل ظاهرة فريدة في عالم بما يملكه من طاقة ورغبة وإرادة تقوده دائما لتقديم الأفضل ليبهر الأعين وليخطف الألباب. الحالي خاتم سليمان. يستحق كل الجهد الذي بذل من أجل هذه الفقرة، يستحق الأغنية الخاصة، يستحق النيريشن الخاص. هذا هو ثمن الوفاء وثمن الإخلاص والتقدير المتبادل اللي الإنسان يعني بيبقى ما يتلقاه بيبقى أعلى وأغلى من أي ماديات. وأنا ما انساش المسج اللي بعتها لي: تستطيع أن تبني أن تصنع الأموال ولكنك لن تستطيع أن تبني الأمجاد والبطولات. ده كان ردا على عروض تلقاه. أيوة، وهو بيجدد وأنا بشكره فرد عليا بالكلام ده. هو ده الإخلاص وهو ده الانتماء. عشان كده لما حبينا نسأل بعض لعيبة الأهلي عن رأيهم في وليد سليمان وتأثيره عليهم ونموذج الإخلاص والانتماء اللي شايفينه فيهم، كان لازم نسأل ناس جداد عليه اللي على كبار ليهم مسيرة مشتركة معاه، بالتأكيد بيبادلوه انتماء بانتماء وحبا بحب للأهلي، سواء أحمد فتحي أو شريف إكرامي أو مؤمن زكريا أو حسام عاشور، كل كبار الفريق. لا، حبينا نسأل الجداد على الأهلي وعلى وليد سليمان شايفينه إزاي. سألت أسرة ملك وكتابة محمد شريف وأحمد علاء ومحمود الجزار، ثلاثي جديد على الأهلي، في تعاملهم مع وليد سليمان جديد وصاعد يعني شافوه إزاي؟ مهم. طبعا الحاوي بتاعنا بقول لكم كل سنه طيب ويا رب دايما كده بخير وتحقق كل اللي نفسك فيه ودايما من نجاح يا رب. كابتن وليد طبعا لعيب مثال لاي حد انه ياخده قدوه ليه، فدي حاجه كويسه جدا ليه وفي مسيرته وفي السي في بتاعه، فربنا يكرمه يا رب ويكون من نصيبه ان شاء الله. احنا بنقول لكم كل سنه وانتم طيب، والحمد لله ان عيد ميلاده جه مع المكسب، مكسب مهم جدا في فتره صعبه شويه، ان شاء الله النادي الاهلي قادر ان هو يقف على رجليه تاني. اكيد طبعا بعد الحلقه اللي انتم شايفينها دي كابتن وليد ما الحاجات دي ما بتعديش عليه، فكان بيهزر معايا طبعا بعد ما حلقت، بيقول لي ان شاء الله تفوقك وتقف على رجليك وتبقى كويس ان شاء الله الفتره اللي جايه. كابتن وليد سليمان ما فيش شك ان في ثوابت في النادي الاهلي، وده من زمان جدا، وكابتن وليد سليمان هو ده الاساس اللي احنا بنبني عليه كلنا ما شاء الله. كابتن وليد ماشي الفتره اللي فاتت بمستوى ثابت جدا، عامل الفارق في كل مباراه بيلعبها، مركز جدا، بيحس اللعيبه الصغيره على ان هم لازم يتعبوا، لازم يجتهدوا، لازم يدوا النادي اكتر، لازم يتعبوا في التمرين قبل ما حد فيهم يتكلم او
او يطلع حتى في اي تصريح او اي حاجه، لازم الاول ان هو يبقى موجود بشغله باجتهاده. هو مثال حي لكل لعيب لازم يجتهد، هو يستاهل فعلا ان هو يبقى احسن لعيب في افريقيا. كابتن وليد سليمان، كل سنه طيب يا كابتن وليد، وعقبال مليون سنه ان شاء الله السنه الجايه تحقق كل اللي تتمناه. فطبعا كابتن وليد من الشخصيات المحترمه، فبتمنى له التوفيق ان شاء الله في الفتره اللي جايه باذن الله. ان شاء الله انا بتمنى له التوفيق طبعا يحقق اللقب، هو عمل موسم كبير الموسم اللي فات معانا في افريقيا. كان نفسي ناخد البطوله، اعتقد لو كان خدنا البطوله كان هيفرق معاه هو شخصيا، لعيب كبير لعيب مهم في الفرقه. فان شاء الله بتمنى له التوفيق وباذن الله ياخد الجائزه باذن الله. كل هذا الحب عند زمايله بالذات حتى الجداد عليه والصاعدين. مسألة واضحة ما تكون بهذا النمط الأخلاقي والفني والالتزام والتفاني، مش عايزة مناقشة، انك لازم هتشد الانتباه وهتكون قدوة لناس كتير جدا. واختيار ذكي انك يعني يختاروا ثلاثة من الصاعدين الجدد. عواطفهم مجردة، لا يعني شايفين ايه في الرجل ده. يعني فطبعا هو يستحق، واعتقد ان ده ختام مسك الحلقه. طيب جمهور الاهلي في هذا التقرير، سالنا بعض الجماهير رايهم في الحاوي، ايقونه الاخلاص في الاهلي ايه؟ بصراحه دور السنه دي يعني مهم جدا 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 جدا، وكمان في البطوله الافريقيه كان هو من احد العناصر الحلول المهاريه اللي في الفريق، يعتبر هو اللي شال الفريق في الفتره الاخيره بعد اصابه وليد ازارو وجاي واحمد فتحي. بصراحه وليد سليمان يعتبر رقم واحد في مصر. انا شايف وليد سليمان اكتر لعيب دلوقتي مستواه ثابت، هو تقريبا اللي شايل الفريق على كتفه، هو يعني من غيره ما كناش عرفناش نوصل لنهائي افريقيا، وهو الوحيد اللي بيحاول، وهو الخبره، هو احمد فتحي، بس هو اللي شايل اكتر الفريق على كتفه من بعد ما كل الاساسيين واللي هو عنصر الخبره كلهم مشيوا، فهو الوحيد اللي ثابت، وهو الوحيد اللي ايه اللي شايل الاهلي على كتفه بصراحه. يعني والله دلوقتي يعني شايل الاهلي كله على كتفه، وهو انا زملكاوي بس هو دلوقتي احسن لعيب في مصر، وكان يستحق ان هو ينضم للمنتخب من بدري اصلا. يعني هو بقاله 4-5 سنين في التوب فعلى قمه مستواه، يعني فهو يستحق ان هو ينضم دلوقتي. يعني والله انا احب اقول له الاول كل سنه وهو طيب، عشان كان عيد ميلاده كان من يومين، فاحب اقول برضه ان هو لعيب كويس، لعيب مقاتل، لعيب اتظلم كتير في المنتخب برضه، ان هو كان المفروض في فتره من الفترات كان يبقى متواجد في وسط صفوف المنتخب. هي القصه كلها سني وكلام دوت، انا مع المدرب، بس الفتره دي كنا احنا عايزين ان احنا مثلا يعني لسه في قدامنا البطوله جايه كان المفروض يلعب فيها بتاع، ونصيب الحمد لله هو اعتزل دلوقتي، بس ان شاء الله انا حاسس ان هو يرجع تاني هياخدوه المنتخب يعني. وبحب اشكر كابتن عادل الكيعي، استاذ ابراهيم المنيسي، الناس دي انا بحبها قوي، وبحب اتفرج على البرنامج بتاع ملك الكتابة، دي حقيقه مش عشان انت واقف قدامي. لعيب بيعمل كل حاجه وبيصنع فرص وبيجيب اهداف، ونجى الاهلي من متوشه كتير، مع ان احنا ما حلفناش الحظ في الماتشين اللي فاتوا، لكن بقول لوليد ده خساره يعني ان هو ما يبقاش في المنتخب. وليد ده لثروه ولسه هيدي الاهلي كتير. هو دور صراحه وليد سليمان دور حلو جدا، هو الوحيد اللي بيقوم بالمهام الفريق كله، سواء دفاعيا هجوميا باكات، اي حاجه هو عاوزها منه الاهلي بيطلبها منه صراحه. يعني هو واحد يعني الله اكبر عليه ان شاء الله، وان شاء الله يكون هو مرشح من ضمن افضل 38 لاعب في افريقيا، وباذن الله ياخد مركز، بنتمنى ان هو ياخد مركز حلو في افريقيا، وان شاء الله يبقى ليه ادوار حلوه ان شاء الله في المواسم الجايه مع الاهلي. ليه طلعات كده جميله، وهو هداف ولاعيب موهوب، وانا بتمنى ان هو يبقى في المنتخب طبعا. وليد سليمان دوره قيادي، بمعنى ان هو اكتر واحد خبره في الفريق، فانا حاسس ان هو دوره القيادي مع احمد فتحي ومع حسام عاشور، فهو اصلا هو الثلاثه الوحيده اللي هم من الجيل القديم اللي هو الجيل الذهبي بالنسبه للنادي الاهلي. فانا دلوقتي هو بالنسبه لي دلوقتي هو اللي هيشيل الفريق على كتفه، فهو دوره قيادي دلوقتي ودوره مهم جدا. انا شايف ان وليد سليمان بيلعب محور ارتكاز مهم جدا في النادي الاهلي، ولو شلنا وليد سليمان الفرقه هتشل،
لاني مفيش حد من ساعه ابو تريكه عوض غياب ابو تريكه ولا بركات، لان دول كانوا ملوك خط الوسط بتاع النادي الاهلي، وحسام غالي طبعا كان محور ارتكاز في الدفاع، ودلوقتي انا شايف اللي بيقول بيربط بين الخط الهجوم والدفاع هو وليد سليمان. تقرير مستحق. انت عايز ماتش الجونه كده هيعدي من غير ما يقول عليه كلمتين؟ الاربع ان شاء الله الاهلي والجونه، المباراه الساعه 8 وهي المباراه الثامنه للاهلي في الدوري السنه دي. المباراه اتاجلت ساعه، كان المفروض 7 هتتلعب 8 في استاد السلام، اتاجلت ساعه بسبب مباراه الاسماعيلي في دوري ابطال افريقيا. الاهلي بيدخل هذه المباراه وعنده 14 نقطه من 8 مباريات فقط. الجونه في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطه. دي المباراه الثامنه ولا التاسعه؟ يلعب الاهلي مباراته الثامنه في الدوري هذا الموسم. يبقى سبع مباريات لعبناها. تاريخ مواجهات الاهلي والجونه، لعبوا مع بعض من قبل 11 مره، الاهلي فاز في 6 وتعادلوا في 4، وخسر الاهلي من الجونه مره واحده. الاهلي سجل في الجونه 14 هدف واستقبل 5 اهداف. اكبر فوز للاهلي على الجونه كان 4-1 مره واحده، و2-0 في الجونه. عماد متعب اللي بيحلل دلوقتي عنده 3 اهداف، والسيد حمدي عنده هدفين، وشهاب الدين احمد عنده هدفين، وكل دول مش موجودين دلوقتي. في 7 لعيبه بعد كده كل واحد عنده هدف، وفي 5 لعيبه كل واحد من الجونه عنده هدف في الاهلي. هذه هي خلاصه مباراه الاهلي والجونه الاربعاء الساعه 8. تنطلق المسيره ويواصل الابطال الاستفاقه. أنا الأهلي، دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا. وعلى خير نلتقي في 9 مساء الخميس القادم إن شاء الله، ونسيبكم دائما وأبدا أنا الأهلي.